هم شنو هي الغايه من اول حاجه؟ علاش حاجتنا بهم لي سيرتيف؟ انه احنا علاش حاجتنا بهم لي سيرتيف هذم؟ كيفاش نجم نختار هذه وما نختارش هذه؟ اوكي؟ باهي. ديما بلي اذا قصرتكم الصوت او اي شيء جوست معناتها علموني داكوغ. باهي. اول حاجه اي سيرتيفيكاسيون ناخذوها في حياتنا سي كو باش نحاولوا نكونوا احنا نحسنوا السكيلز والنولج نتاعنا. هذه هي اول حاجه. ثاني حاجه باش نحاولوا نكونوا احنا نتحصلوا على وظيفه. هذه هي ثاني حاجه. ثالث حاجه نحاولوا نكونوا احنا نعملوا انكريز للسالاري نتاعنا، نحاولوا نكونوا احنا نحسنوا من السالار اللي احنا نتحصلوا به. هذوما تقريبا في المجمل هذا شنو هو غايتنا من السيرتيفيكاسيون. الا انه فما ساعات في بعض الاحيان فما عباد تمشي في الثنيه الغلطه وتختار الشهاده الخاطئه للبروفايل نتاعها. واش معناتها؟ يجي فرضا ساعه يعمل فورماسيون، خلينا ساعه نبداو من الاول، احنا يجي يعمل لك فورماسيون والفورماسيون هذه مع كابيني جو سوي با كونتر، مع فورماسيون مع انك انت تتعلم. سوف كو شني السونتر هذا شنو الشهاده اللي باش يعطي؟ شهاده عالميه ولا شهاده من عنده هو جوست بارتيسيبيشن لكن الكيستيون هذيك وبرا؟ دونك لهنا في تطور هي الشهاده اللي انت باش تتحصل عليها من بعد. علاش؟ خاطر من بعد انت مش تدفع فلوسك، والفلوس هذيك كي باش تدفعها على الاقل خذ في المقابل خذ حاجه معتبره. يعني انا اوكي باش ناخذ السكيلز لكن في نفس الوقت لازمني ناخذ الشهاده نهار اللي نحطها في السي في نتاعي، والا نقول راني انا سيرتيفايد فك الحكايه الفلانيه. دونك الناس الكل كيما نقولوا احنا تقول لك اوكي سيده هذيك راهو معترف به دوليا، وكل معترف به دوليا احنا ديما في مخاخنا يمشي في بالنا ديما كلي كوتش اللي هما او تي او تي او ما نعرفش شنو تالت. الا انه في المجالات نتاعنا كلها سواء كان الكتريسيتي، انرجي، ميكانيك، انفورماتيك، جيستيون، كونتابيليتي، ماركتينغ، ليدرشيب، اي دومين، اتش ار، اي دومين انت فيه ديما راهو عندكم دي سيرتيفيكاسيون انترناسيونو. لي سيرتيفيكاسيون هذوكم حاول كونك انت تلوج على شنو؟ تلوج على لي زونيفرسيتي المعتمدين اللي يعطيو دي سيرتيف معتمدين دوليا باش نهار اللي تقدم على جوب معناتها اي خدمه اي وظيفه تقدم عليها دونك دايركتلي يبدا السي في نتاعك محطوط فوق السي فيات الكل. واضحه؟ باهي هذه هي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه كي نحكيو اداره مشاريع مانيش باش نعرف انا طبعا. مانيش باش نقول لك شنو معناها مشروع وش معناها اداره مشاريع وش معناها كذا وش معناها كذا، لا. اما جوست نحب نعرف علاش تنقول لكم علاش مانيش باش نعرف، خاطر تو سامبلومون اللي باش نشوفوه توا باش نشوفوا برشا مدارس، اوكي؟ وكل مدرسه عندها الخاصيات نتاعها وعندها مفهومها اش معناها ان بروجي. لكن الحاجه اللي تقريبا ما يختلفوش عليها برشا، يختلفوا في حاجات في جزئيات بسيطه لا اكثر ولا اقل، هو انه المشروع هو حاجه مؤقته، اوكي؟ والا اكتيفيتي مؤقته ولا نشاط مؤقت عنده بدايه عنده نهايه، وفي نفس الوقت نتحصل على كما نقولوا احنا نتحصل على ريليس في الاخر، نتحصل سواء على برودكت ان برودوي والا نتحصل على سيرفيس والا نتحصل على ريزولتا كيما انت تعمل فيها في ما نعرفش انا نتاع ليسونس نتاع ماستر نتاع دكتوراه. دونك تتحصل على ريزالت والا بحث علمي اي شيء مهما كان. باهي هذا في المجمل اش معناه ان بروجي. البروجي نتاعنا يمر بعده مراحل، جو دي بيان يمر بعده مراحل اللي هما شنو؟ 5 مراحل. نبدا هذا الجاست يعني اوفر فيو صغيره نتاع 5 مينوت وبعد ندخلوا في لي سيرتيف اللي كنت نحكي عليهم باش الناس الكل نبداو فاهمين فاش قاعدين نحكيو وكيفاش نختاروا الاشياء. باهي اي مشروع في الدنيا هذه يمر بالمراحل هذه من 5 وبتاتخ يمر بهم اكثر من مره في وسط المشروع. اش معناها؟ معناها المشروع ينجم يمر بالمراحل هذه اكثر من مره. واضح؟ اش معناها؟ خلينا نبداو ساعه باللي يمر بهم مره بركه، يعني على مدار المشروع يمر بالمراحل هذوما بعد تنقلوا وقتاش ينجم يمر بهم اكثر من مره. عندي مرحله اللي نسميوها احنا الانيشيتنج ولا مرحله البدء اللي باش نبداو فيها مشروع. اش معناتها تبدا مشروع؟ باش نبداو المشروع مش معناتها اكزيكسيون تاع البروجي، لا، ومش معناتها تحضير كراسات الشروط، لا. مي شنو؟ انه احنا نتحصلوا على لوتوريزاسيون نتاع البروجي، هذه في مرحله البدء. معناها نتحصلوا على البودجي
نتحصلوا على اوكي اون فا فير هالبروجي هذا، يلا فازي باش نعمل البروجي هذا، من خلال دي دوكيمون اللي هما نسميوهم احنا نسميوها كيما ميثاق المشروع، اللي هو وثيقه اللي هي تضمن لي ولا تعطيني لوتوريزاسيون باش نبدا المشروع. اوكي، الوثيقه هذه مش تلقى فيها كل شيء هاي ليفل، هذه في مرحله الانشيدين. مع مرحله الانشيدين فما حاجات بساط اخرين نعملوهم لكن مهمين للغايه، اللي هما التعريف نتاع لي بارتي برونونت ولا المعنيين بالامر ولا ستيك هولدرز. اوكي، نعرفوهم ونعرفوا شكون الناس اللي يتمسوا بالمشروع والا هما يمسوا المشروع، اش معناتها؟ معناتها ياثروا لنا في المشروع نتاعنا والا يتاثروا بالمشروع سلبا والا ايجابا، يعني هما ياثروا في المشروع سلبا او ايجابا والا يتاثروا بالمشروع سلبا او ايجابا. اوكي، باهي، هذه مرحله الانيشيتنج فقط، فمش حاجه اخرى. نتعدى للمرحله الثانيه اللي هي مرحله البلانين، مرحله التخطيط، بلانيفيكاسيون تاع اللي هي باش نحضروا فيها كراسه الشروط. والمرحله هذه اخرتها شنيه اون فيت؟ اخرتها سيناتور نتاع كونترا باش نصحوا الكونترا نتاعنا مع مقاول ولا ما نعرفش انا، يعني فرضا كون كنت مش خدم لك مقاول ولا كونستركتور ولا جو سي با شكون ولا سبلاير مش تشري من عنده سلعه كذا. ومن بعد باش تتعديوا لمرحله التنفيذ، ومن بعد مرحله التنفيذ اذا كملنا نفذنا بطبيعه الحال باش نعملوا كلوز الفيرميتور ولا الكلوتور نتاع البروجكت نتاعنا. على مدار هالمراحل هذوما الاربعه عندنا مرحله مهمه برشا اللي هي الكنترولينج اند مونيتورينج. شنو معناتها كنترولينج اند مونيتورينج؟ هي مرحله المراقبه، انك انت تشوف تعمل كنترول على اي حاجه انجزتها، هل هي كما خططت لها والا لا، كيف ما انت حابب عليها والا لا. اوكي، اذا لا دونك مش نحسنوا وني باش ندخلوا في الكونتينوس امبروفمنت، باش ندخلوا في التحسين المستمر لنوصلوا للتارجت نتاعنا اللي احنا حاجتنا فيه، ما نوصلوا لمرحله الكلوز ونسكروا البروجي نتاعنا الا اللي سبق الكل كل امور واضحه. اوكي، باهي، هذا اون جينيرال. انت مثال ما نعرفش باش تبني دار، اول حاجه باش تبدا تخطط، باش تبدا تاخذ الكريدي، ومن بعد كذا، ومن بعد تمشي للاركتيكت يعطيك لو بلون، بعد تتفاهم انت والمقاول يجي يبني لك الفيلا نتاعك وسي بون، بعد يجيب لك المفتاح ويقول لك سي بون رانا كملنا، اونتخ تون تشيك معاه انت على شنو هو ما نعرفش انا هو على البايونز هو حسن هذه جديد. دونك هذاك الكونترولينج اند كونترول في الاخر من كل مرحله البلوك باش يسلم لك، ينظف لك الفيلا، ينظف لك كذا، ويهز السلعه نتاعو ويعطيك المفتاح ويمشي على روحه، هذيك مرحله الكلوز. اوكي، باهي، علاش بعض المشاريع تمر بالمراحل هذه على عده مراحل؟ اوكي، باهي، اون جينيرال المشاريع اللي هي نسميوها احنا التراديسيونال والا الووتر فول والا البرودكت، باهي، كي نقول كلمه التراديشنال والا التراديسيونال ولا التقليديه، المشاريع التقليديه نخدموها بالمنهجيه التقليديه، ماهوش معناتها حاجه خايبه، ورد بالك. اوكي، ماهوش حاجه تقليديه يعني حاجه سي بون دي مودي ومش عارفه، لا لا، هما فما دي كريتير ولا فما دي فاكتور معينين تحطوا. دونك ولينا نقولوا على الحكايه هذيك راهي هي تراديشن. اوكي، لا اكثر ولا اقل، وتو نحكي فيه. اللي جي ان بروجي من الاول بكل ما تصح ان كونترا انت ولا، وفي الاخر باش يجيك اخر المشروع يتسلم من عندك العميل، مثال فور اكزامبل العميل يعني الكاستمر. اوكي، دونك الكاستمر ومعاه يعني الكلاينت ومعاه شكون السب كونتراكتور ولا الكونتراكتور، زوز باش يتفقوا باش يصحوا على كونترا، باش يعملوا نيغوسياسيون دو كونترا، فما محتوى في وسط الكونترا هذيك باش ننجزوا، ومن بعد في الاخر باش اذا كمل الانجاز الكونتراكتور دونك باش يسلم للكلاينت. هذايا اون جينيرال. اونتخ تون وقت ما هو قاعد ينفذ نجموش نعملوا تشينج، نجموش نعملوا تغييرات احنا في الوقت هذاك، نجمو معناها في ارض على ارض الواقع النجم لكن بصعوبه. علاش بصعوبه؟ خاطر يلزم نعمل سكون ابيل العباد اللي خادمه في ليزابيل دوف، نعمل سكون ابيل افنو، يعني كاينك انت باش تعمل كونترا اخر جديد صغير فيه جوست اكل الحاجات نتاع التغييرات، واذا فيه تغييرات معناها التغييرات هذيك تتكلف برشا فلوس ولا فيها امباكت كبير ولا كذا، دونك مستحيل النجم نعملوها، وساعات يكمل البروجي وما حققش الساتسفاكسيون تاع الكليون تاعنا. اوكي، ومالغري سا كملنا البروجي وسلمناه بدون ما وصلنا للرضا نتاع العميل، اللي هي اهم حاجه واول نقطه في اداره المشاريع هو رضا العميل. باهي، دونك لهنا بداو شويه، في نرجع شويه ستوريك صغير ونكمل.
2001 وقبل 2001. 2001 سي كو كما نقولوا احنا القطره اللي فايضه الكاس، مي قبل برشا يعني شركات كانت ديما تتقلق من عدم رضاء العميل، وساعات العميل يجي اللي هو الكاستمر يجي يقول راني مانيش راضي بك الحكايه الفلانيه، راه مش هذا الحاجه اللي حاجتي بيها نسيت. دونك جيو لهنا دي زانجونيور نتاع اي تي، اوكي 2001 قعدوا مع بعضهم في امريكا وحاولوا خرجوا لنا حاجه اسمها لاجو، حاجه اسمها المانيفيستو اجو. المانيفيستو اجايل اللي هو الدستور لاجيليتي. علاش الدستور لاجيليتي؟ شنو فيه الاجايل؟ الاجايل مانيفيستو فيه اربع مبادئ و12 اربع تحديد، 12 لي ميكرو سيل فو بلي. اوكي دونك لهنا فيه يعني فيه اربع قيم وفيه ال12 مبدأ هذوما. اوكي على شنو هو ينص اكزاكتلي؟ ينص على الساتسفاكسيون تاع العميل، ينص على الاهتمام بالتيم، الاهتمام بالعملاء بصفة عامة، ينص زادا كيف كيف على التغييرات اللي احنا قلنا ممنوع انه احنا نغير، انه احنا عود الكون نسلمه مرة في الفيل ولا نجم نسلمه تسليمات متكررة، معناها كي نجي انا اوكي دونك عود الكون انا نسلم مرة بركة في المشروع اللي هو في الاخر بالكل، دونك نجم نسلم تسليمات متكرره بتال سورت نولي انا عود نخدم بالمراحل هذوما اللي نحكي عليهم، نولي نخدم ديزيتيراسيون. شو معناتها هي بس ديزيتيراسيون؟ نخدم بمراحل تكراريه قصيره صغيره ما تتجاوزش 4 اسابيع، يعني من اسبوع لاربع اسابيع، وكل اخر اسابيع فرضا نقولوا 4 اسابيع يعني شهر، كل اخر 4 اسابيع نسلم للعميل. علاش؟ باش لهنا وقت ما انا نسلم للعميل على 4 اسابيع نجم نعطيه معناتها تقول يعطيني الفيدباك، العميل يعطيني الفيدباك في نفس الوقت نسلمه حاجه اللي هي تكون working software، يعني حاجه قاعده تخدم، حاجه هو ينجم يستفيد منها، بتاتخ ينجم يهبطها اصلا للسوق، اوكي ينجم يبيعها والفلوس نتاعهم ريتيرن اوف انفستمنت معناها نتاعها الفلوس اللي مش يتحصل عليهم ينجم يكمل يدخلها في وسط البروجي ويكمل بيه باقي البروجي كله الى اخره اللي يوصل لاخر المشروع. دونك لهنا هذايا شنو هو بون اختصار شديد للغايه يعني على الاجاي، هو اون فيت مايند سيت عقليه تخلينا نرضيو العامل نتاعنا، ناخذه من خلال انه احنا نحققوا له الفاليو ولا القيمة اللي هو يحب عليها، نعمل ماكسمايزنج للفاليو، في نفس الوقت ناخذ الفيدباك ونسلموا له حاجة تنجم تخدم وينجم هو يستفاد منها، ونسلموا له بطريقة متكررة على مدار المشروع. وهنا ما عدناش نحكيه على المشروع جاست كما نقولوا احنا انيشيتنج بلانينج اكزيكيوشن وكلوز وكهو، لا خاطر المراحل هذوما مش يوليو يتكرروا له، في يتكرروا لي في كل مرحله تكراريه تقريبا، مش نلقى البلانينج ومش نلقى الاكزيكيوشن ومش نلقى كذا وكذا، اوكي لين نكمل المشروع نتاعي. واضح؟ ميرسي سي تامر، مرحبا بك. هذا اون جينيرال، باش ما نقولش معناتها كلمه برودكتيف مش معناتها اجايل، خاطر الاجايل مش فقط اللي كنت نحكي فيه، برشا ساعات ديما نشوف مثال سيرتو على لينكدين ولا فيسبوك ولا ساعات على ريزو سوسيال اون جينيرال، نشوف ساعات دي بوست تاع عباد ديما تحكي على ديما ياخذوا كيما نقولوا احنا لي بروسيس نتاع لاجيليتي اللي هو كيما نقولوا اجايل، سي كو حاجتين بي اجايل ودو اجايل اللي كنت نحكي فيه انا اللي تويكا اللي هو رضاء العميل ويلكم تو تشينج وكذا، هذا انك تكون اجايل يعني تكون عندك المايند سيت، اوكي المايند سيت نتاع الاجايل يعني نتاع الحاجه المرنه، الحاجه اللي فيها فليكسيبيليتي، اوكي. لكن فما حاجه اخرى اللي هي دو اجايل، ولهنا بربي الناس الكل فات اتونسيون للكلمه هذه دو اجايل، انه احنا نعملوا لاجيليتي، نطبقوا لاجيليتي. نطبق لاجيليتي شنو نحتاج؟ نحتاج دي فريم وورك، اوكي يعني الاجايل في حد ذاتها راهي ابروش، ما هيش فريم وورك وما هيش براكس. الاجايل هي مايند سيت، تتقسم الحاجتين، تتقسم البي اجايل ودو اجايل. دو اجايل يعني نجم نخدم فريم ورك تلك السكرا اللي برشا فيكم يعرفوه، نجم نخدم الكريستال، نجم نخدم الاف دي دي، نجم نخدم اللين، نجم نخدم الاكس بي، نجم دي اس دي ام، نجم نخدم بالكامبان، نجم نخدم بسكرام با سكرام با، نخدم
بلوزيوغ مش فقط كان هذوما، شو معناهم؟ سكرام راهو ماهوش اجايل. شو معناتها سكرام ماهوش اجايل؟ لاجيليتي مش معناتها سكرام، سكرام هي فريم ورك، اوكي؟ من لي فريم ورك اللي يكونوا لي لاجايل. يعني انا لهناك نقول سكرام، سكرام راهو جزء، راهو هي الطريقه، هي اطار عمل نستعملوها، اوكي؟ باش نجم نطبق هالابروش هذه اللي هي لاجيليتي ولا هالمايند سيت هذه، لا اكثر ولا اقل. طيب علاش هي اللي مشهوره وغيرها مش مشهورين؟ هي مشهوره خاطر هي اكثر من 60% من المشاريع اللي يخدموا بالمايند سيت الاجايل ولا بالابروش، اوكي، نتاع الاجايل، تكون يستعملوا في السكراب. فهمتوني؟ معناها ما يستعملش حاجه اخرى، يستعمل في السكراب. ثم جزء ما يقارب 20% يستعملوا الكانفا، جزء صغير على الاخر يستعملوا الاكسبي. الاكسبي والسكرام يشبهوا شويه لبعضهم، الدي اس دي ام شويه مختلفه هي والاف دي دي، اللين سي اوتخ شوز، اوكي. دونك لهنا عندك الكريستال وعندك السيف، دونك نخدموا على لارج نمبر نتاع دي تيم يا سيدي. سويت نغلق القوس وندخل توا للموضوع اللي انا حاجتي بيه، جوست هي انتروداكسيون صغيره لا اكثر ولا اقل. باهي، بالنسبه للليزيكو، انا كيفاش انا توا في اداره المشاريع عندي حاجتين، عندي برودكتيف وعندي اجايل. انا توا نحب ناخذ سيرتيفيكاسيون، اول حاجه تحضر الوقت تقول انا توا في وسط الخدمه نتاعي انا شنو هو نحتاج، شنو هو لي بيزوا نتاعي، شنو هو النيدس نتاعي، وشنو هو الاكسبكتيشن في نفس الوقت. يعني ايش معناتها؟ معناتها انا شنو هو نحب، وين نحب نوصل. دونك الحاجات هذوما يلزمهم يكونوا واضحين عندك انت، يعني من الاول لازمك تكون واضح مع روحك وعارف روحك شنو هما الاحتياجات نتاعك باش تنجم تختار الصحيح. اوكي، وتو نحكيو من بعد على الاشياء اللي احنا الممارسات تو ديرنييرمون مؤخرا قاعدين نعملوا فيهم ونشوفوا شنو هما لي جابس اللي موجودين فيه. اذا انت برودكتيف ولا واتر فول؟ برودكتيف ولا واتر فول اش معنى؟ يعني تراديسيونيل، يعني بروجي نتاعي واضح مريقل من الاول، كي تشارج واضحه 100% كيما لي زابيل دوفر معناتها اللي في البوبليك الكل في الادارات العموميه. اون جينيرال نستعمل في البرودكت، نستعمل برودكت في اليو تراديسيونيل. علاش؟ خاطر كل شيء واضح في كراسه الشروط، ويجي السيد اللي هو الكونتراكتور، نعمل نيغوشيشن مع تاع الكونترا نتاعنا، نصحه، عملنا نيغوسياسيون، صححنا كذا، طاح عليه لابيل دوفر، يبدا ينفذ من غدو. كل شيء واضح وعارفين الاوت بوت نتاعنا شنو هو، الاوت كوم نتاعنا يا عارفين أمين، يا شنو. أمين منك، يا أمين اوكي، كلمة نغنى. بسيو مسيو سيكا، رد بالكم ميكروويتكم في البوكيه. دونك لا اله الا محمد رسول الله، كما كنت نحكي لكم كل شيء يبدا واضح، دونك والتسليمه في الاخر بالكم. دونك لهنا كل قايل انا تو مثل مش نحكي نحب نتعلم سكرام ولا حاجه جديده في الاجايل بالنسبه للخدمه نتاعي، نحكي البيزوان نتاع الخدمه نتاعي. نو، البيزوان نتاع الخدمه نتاعك لهنا ما تسحقش، اوكي، مش معناتها ما نقراش، ما تسحقش البيزوان نتاع الخدمه نتاعك ما تسحقش. لكن اذا انا فور اكزامبل ما نخدمش كانش بالطريقة هذه، نعملوا تغييرات، نخدموا بالسكرا، نخدموا بالكامبا، نخدموا بالاكسبي، نخدموا بدي ميثود اخرين، معناتها نخدموا دي فريم ورك اخرين. طيب شو يلزمني نعمل؟ يلزمني لهنا نعمل حاجة في اللاجا. طيب انا كيفاش نختار؟ هل عندي جاست يعني كما نقولوا احنا معهد اكاهو، ولا عندي بلوزيور، ولا شو بالضبط شو موجود عندي في المارشي لهنا؟ جيب حاجة بسيطة برشا، انا جاست نعملها معكم تو سويت. تدخل مثال على تشات جي بي تي، اوكي، بس 1 مينت. ندخل مثال على تشات جي بي تي، اذا الالكترون يس، اوكي. دونك تشات جي بي تي فور اكزامبل، شو باش نعمل؟ واضح الالكترون صار باش نعمل مثال الليست، اوكي، بروجكت على مانجمنت سيرتيفيكيشن. انا علاش نعمل هكا؟ باش انت تعرف روحك شنو تختار، اوكي، باش انت وحدك وحدك تعرف روحك شنو تختار. يعني هو توا في تشات جي بي تي حسب رايك شنو باش يعطيني؟ باش يعطيني اكثر وحود معروفين اليشيل انترناسيونال اللي نجموا هما يفيدوني، اوكي. هات نبدا من الاول، اش عطاني يعني. انا بالعاني باش يزيد يعطيني شنو فما اخر، اوكي.
اول حاجه خرجها لي، خرج لي البي ام بي، خليها هذه السوجي نتاعها موضوعها من بعد. اوكي تقول لكم معليش موضوعها من بعد، والسيرتيفايد قول علاش من بعد، توا نحكي فيه. البروجكت مانجمنت بروفيشنال بي ام بي بريسك، نتوقع معناتها الاغلبيه فيكم بدات مش كون يعرفيش، هي شهاده رقم واحد عالميا في اداره المشاريع. اوكي توا نمشيو في الاصدار السابع، وبروشينمون باش يخرج لنا الاصدار الثامن. السيرتيفيكاسيون هذه من عام 96. اوكي اول جايد خرج 96، شكون تعطيه لي السيرتيفي هذه؟ شكون تعطيه لي؟ تعطيه لي البي ام اي. شكون البي ام اي؟ يعني البروجكت مانجمنت انستيتيوت، معهد الامريكي لاداره المشاريع. هل اي واحد ينجم يقرا بي ام بي؟ ما هوش اي واحد ينجم يقرا بي ام بي، ام سو سوري. علاش؟ خاطر هذه اسمها بروفيشنال، يعني للناس المحترفين، يعني للناس اللي هما عندهم اونسيانتي اقل شيء 3 سنين، اذا انت با بلس 4 فما فوق، يعني متريز فما فوق لازمك 3 سنين، باي انا عندي ليسونس لازمك 5 سنين. اوكي باي شنو نعمل يا مدام؟ انا نحب نقرا الحاجه دي، عندك لا سيرتيفيكاسيون اخذوا لها كلاسي لا دوزيام بعدها ديغاكت، اللي هي شنو هي سيرتيفايد اسوسييت شنو ان بروجكت مانجمنت، اللي هي شنو السي اي بي ام. السي اي بي ام هي الشهاده العالميه رقم 2، نفس البي ام بي على فكره، نقراو نفس الجايد نفس الكونتينيو. لا والله اصلا في التغييرات نتاع جويليا اللي صايره، معناتها جويليا 2023، التغييرات اللي صايره فما حاجات جماعه سي اي بي ام يشوفوها، جماعه بي ام بي ما يشوفوهاش، نفس الكور نفس كل شيء، لكن لا ميثود ممكن بتات لي كيستيون يختلفوا، الاسئله يختلفوا. اوكي لكن نفس كل شيء. بينهم من بعد شنو عندي؟ عندي برينس 2، ومن بعد شنو عندي؟ سيرتيفايد سكرام ماستر، ومن بعد بروفيشنال سكرام ماستر، ومن بعد اجايل سيرتيفايد براكتيشنر. باهي الكل تعطيهم البي ام اي هذوما؟ لا توا لهنا جينا للبرنس 2. شنو هي البرنس 2؟ اللي هي البروجكت ان كنترول انفايرمنت، هذه البرنس 2 يعطيه لي معهد اللي هو نسميوه المعهد البريطاني الاكسيلوس. اوكي معهد الاكسيلوس، الكل موجودين في الباوربوينت، اوكي نرجع نوريكم جوست. معهد الاكسيلوس هو كيما المعهد الامريكي لاداره المشاريع ومعترف بها عالميا، ويخرج لنا في اللي سيرتيف والبرنس 2 نفسها نفس البي ام بي. اوكي يعني كي نحطوهم في الميزان الحقيقه باش ما نبالغش، البي ام بي تغلب شوي. اوكي لكن برنس 2 والا بي ام بي عندك هذه ولا هذه راهو كيف كيف. ولو اني انا نمشي للمحتوى من وجهه نظري انا، هذه مش من وجهه نظر حتى حد، من وجهة النظر نتاعي لكونه ريت الإصدار السابع نتاع البي ام بي، اللي قرا بي ام بي الإصدار السابع ماشي فير ولا المحتوى نتاع البرنس 2. أوكي يعني خذوا لي ميثودز وكذا من البرنس 2، بروم البي ام بي معروفة أكثر برشا من البرنس 2، أما الزوز راهم مهمين. كي تبدا عامل مثال هما طالبين بي ام بي ومعناها ودخلت بسيرتيفيكاسيون في البرنس تورام سي كيف كيف، ما يبعدوش برشا، لكن انا ننصح البي ام بي احسن من البرنس تو. اوكي خاطر يعني هي معروفه اكثر برشا، لا بخاف نتصور فيكم اكثر شكون يعرف البي ام بي، وممكن برنس تو اول مره يسمع بها اصلا. اوكي لكن هي نفس كيما البي ام بي. اوكي البرنس تو فيها الفوندامونتال، الفوندامونتال كيما السي اي بي ام بالضبط، كيما السي اي بي ام. اللي هما شكون السي اي بي ام؟ اي شخص عنده انسيانتي اقل من 3 سنين، كان نحكيو على جماعه المتريزات فما فوق، والا جماعه عندها انسيانتي اقل من 5 سنين، والا ايتوديون اون جينيرال نقريو على لي ايتوديون، دونك لي ايتوديون ينجموا يعملوا سي اي بي ام. واضحه؟ باهي برينس 2 هذه فيها كما قلت فوندامنتال، فيها البرينس 2 العادي كيما الفيلم، فيها حاجه اخرى فيها البرنس 2 اللي هي اجايل اسمها، برنس 2 اجايل يعني ريت سكرام والدنيا كل شيء نقراوها، اما اسمها الشهاده اسمها برنس 2 اجايل. طيب برنس 2 اجايل نتاع الاكسيدوس فماشي حاجه كيفها عند البي ام اي؟ فما شنو اللي هي الاي سي بي الاجايل سيرتيفايد براكتيشنر، ممارس الاجيليتي. واضح؟ الاي سي بي اللي هي كانت نورمالمون المحتوى نتاع الحصه نتاع اليوم هي جاست الاي سي بي، لكن هات نشوفوا الكل احنا باش انت وحدك وحدك تعرف كل حاجه شنو هي القيمه نتاعها. اوكي باهي سيرتيفايد سكرام ماستر سي اس ام، وعندك البي اس ام بروفيشنال سكرام ماستر.
هذوما منين ناخذهم وشكون يعطيهم؟ ماهيش البي ام اي، البي ام اي عندها دي سيرتيف، ندخلوا على الويب سايت بعد شويه، ندخلوا كل واحده ندخلوا على الويب سايت نتاعها ونشوفوا لي سيرتيف اللي تمكننا منه. عندك سيرتيفايد السكرام ماستر ناخذوها من سكرام اليانس. سكرام اليانس في الاجيليتي هي نمبر 1، جو دي بيان نمبر 1 في العالم. كيما عندك البي ام بي عند البي ام اي وفما لي سي بي، اوكي، اما سيرتيفايد سكرام ماستر هي الاليانس، هي نمبر 1 سكرام اليانس. باهي يقول قايل علاش ما نعرفوش برشا يا مدام، ولا هي معروفه لكن ما فماش عباد تعطيها، خاطر تو سامبلومون فما دي زيكزيجونس عاليين فيها، يعني فما حاجات يعني ريكوايرمنت تطلبها من الاليانس. يلزمك اول حاجه تكون عامل الفورماسيون افيك دي بيرسون اللي هما يكونوا اوتورايزد من عند الاليانس، واذا السيد هذاك اوتورايزد من عند الاليانس يعني اعرف روحك راك مش تحط 3000 4000 دولار حق السيرتيفيكاسيون، حق الفورماسيون يعني حق التريننج كهو، يعني التدريب وحده يتكلف لك ما اقلش من زوج، باش ما نعملش اكزاجيراسيون كبيره، اوكي، ما اقلش من 2000 دولار ولا 2000 يورو، اوكي، حق التريننج كهو، يعني ما يقارب 5 6 ملايين تونسي. هذاك علاش في تونس وفي العالم اون جينيرال الناس تبعد عليها شوي. السكرام اليانس المؤسسين نتاعها فما واحد فيهم تغشش في نهار من نهارات، اوكي، فك الزون نتاع 2001 صارت برشا هكا بلبله وكذا، مشي هز روحه حل كابيني وحده كما السكرام اليانس، سميها السكرام دوت اورج. السكرام دوت اورج هذه زي كيف المعهد هذايا نفس المحتوى نتاع الاليانس، يعني كي تقول يا بسمه انا تو الاليانس ما نلحقش عليها فلوسها برشا، اذا انت قادر اعمل الاليانس، كان انت حاجته بحاجه في الاجايل. طيب انا مانيش قادر عليها، ماكش قادر عليها، تولي تعمل سكرام دوت اورج. اوكي، باهي الملاحظه اللي هنا في شنو باش نحكيها في لي ديرنييرمون، نشوفوا مثال فما السكرام ستادي، بالله لا تخسروا فلوسك، حاجه غراتوي خوذها اقراها، اما باش تخسر فلوسك نو. بالاخر نقول هيك انا هنكمل لكم تشات جي بي تي ونزيد نقول له اولسو اولسو اولسو، ما يخرجليش سكرام ستادي، ما يخرجليش سكرام ستادي جمله. دونك سيل فو بلي ما تخسروش فلوسكم غادي. علاش؟ تو بعد شويه نعطيكم لي بري والفرق بيناتهم، كل حضرتكم في تابلو تو تشوف الفرق بيناتهم، فماش معناها. دونك سيل فو بلي ما نخسروش فلوسنا، اذا انت باش تصرف 150 دولار ولا 400 دولار ولا ما عرف شنو باش تصرفهم في هذه ولا هذه، على الاقل نختار الشهاده الاولانيه اللي انا نختار اليونيفرسيتي الاحسن واحده اللي ممكن تكون معترف بها عند الناس الكل، اوكي، واضح، والبروفيسيونيل، ما نختارش حاجه جاست ستاديو برا، يعني نزلني حاجه كما قلتوا احنا برو، واضحه ده لي بروفيشنال سكرام. دونك الاليونس نرجع لهنا تعطيني سيرتيفايد سكرام ماستر، اوكي، والسكرام دوت اورج تعطيني سيرتيفيكاسيون بي اس ام، فيها دي ليفل، فيها مستويات، واول ليفل تنجم تاخذه ب 150 دولار، الكون نتاعو 150 دولار والاكزامان نتاعو ساهل على الاخر، واضحه، ما فيها ولا شيء، يعني ساهل وتتعلم السكرام تنجم تخدم بها لا سيرتيفيكاسيون، امورها واضحه، اوكي، باهي. سيرتيفايد بروجكت مانجر من عند شكون؟ من عند الاسوسياسيون الانترناسيونال اسوسياسيون اوف بروجكت مانجر، يعني الجمعيه العالميه لمدراء المشاريع، ده كيف كيف معترف بها الاي بي ام. دونك معناها تعطيني لا سيرتيفيكاسيون اللي هو سي اي بي ام، سيرتيفايد بروجكت مانجر، ده كيف كيف. ساعات كان تشوفوا على لينكدين، ساعات حتى كان واحد فيكم يعمل توا ريسيرش مثال يحط بي ام بي من فوق ويخرج يشوف الريكوايرمنت اللي طالبين، شو يقول لك؟ يقول لك مثال بي ام بي والا حاجه معناتها كما نقولوا احنا ايكيفالو، معناتها سيرتيفيكاسيون في المانجمنت، مش معناتها اللي هما لي برينس تو والا سي اي بي ام ولا برشا حاجات اخرين، واضحه، ولا سيرتي ولا السي اي بي ام بي ام بي والا برشا حاجات اخرين تنجم تعوض لك البي ام بي، لكن ديما كيما نقول انا باش نخسر فلوسي دونك نعرف روحي وين نحط الفلوس نتاعي، اوكي، اجاي نمشي للاليانس، ما تمكنتش من الاليانس ما نجمتش خاطر الكون نتاعها كيما قلت نتاع التريننج غالي، اوكي، دونك نمشي لسكرام دوت اورك. سكرام دوت اورك قلت لكم 150 دولار يعني تقريبا اقل سعر، وهو نفس المؤسس نتاع السكرام اليانس، يعني نفس الكونتينيو نفس كذا، الجايد نتاعهم جايد صغير ماهوش كبير،
ساهل دون دو تروا سمان ماكس ماكس، حتى كان انت مثال عندك معناها ما نعرفش انا واحد مثال قعد بريود بطل ما خدمش ولا كذا، ولا عنده وقت فراغ مثل في رمضان يحب يستغلهم في البيسام، هون يعني من الاشياء اللي تنجم تستغلها، تنجم يعني براتيكمون تعملها وفاسيلمون وشهاده معترف بها عالمي. اوكي ده وتلز نكمل شوي. عندي حاجات مثل بوزون الكوني انا مثال عملت برنس 2 ولا عملت بي ام بي ولا عملت كذا، دونك نجم نعمل بروجرام. اوكي خاطر كيما نعرفوا احنا في الشركات شنو عندنا في الشركه، عندنا دي بورتفوليو. اوكي بورتفوليو، البورتفوليو هما شنو هما المحافظ نتاع المشاريع، تحت المحافظ شنو نلقاو، نلقاو مشاريع ونلقاو برامج، وكل برنامج هذاك شنو نلقاو تحته، نلقاو زاده كيف كيف مجموعه من المشاريع اللي هما يكونوا مربوطين ببعضهم. معناتها كما نقولوا احنا في شركه تخدم روت وتخدم مثال كونستراكشن وتخدم مثال ما نعرفش انرجي سولار وتخدم مثال اي تي دي ديبارتمون مثال، دونك لي بروجي نتاع الاي تي تحط مع بعضهم، لي بروجي ما نعرفش انا نتاع الروت تحط مع بعضهم، لي بروجي نتاع الكونستراكشن تحط مع بعضهم، لي بروجي نتاع الانرجي سولار مع بعض، دونك هذاك يتسمى ان بروغرام. اوكي خاطر هما لينكد، شو معناتها كلمه لينكد؟ يعني مربوطين ببعضهم لي بروجي هذوكم. كيفاش مربوطين؟ يعني يستعملوا نفس الريسورس تقريبا، نجم نقول انا التراكس هذه نجم نخدم بها ما نعرفش انا في اللوتو روت هذا، ونجم نخدم بها مثلا في كياسات اخرين، دونك نفس الريسورس تقريبا، دونك نستعملوا الاشياء هذه ولا المسميات هذه، سامحوني بالكلمه، المسميات هذه كيما البروجرام وكذا، دونك باش نحاولوا نعملوا لوبتيميزاسيون دي ريسورس، وباش نحقق حاجات ممكن كان نتعامل مع كل بروجي وحده ما نجمش نحققهم، لكن كان انا نتعامل مع البروجرام يعني نتعامل مع المشاريع هذوك الكل في اطار يعني كما نقولوا امبريلا واحده، يعني كانه عاملين عليهم بارابلوي كيف ما هكا، دونك كلهم فما ان بروجرام مانجر يعني مدير برنامج. اوكي ولهنا فما دي تروك معناها ساعات يصيروا حتى في ليزيكزامان سواء كان نتاع لي سي بي ولا نتاع البي ام بي ولا كذا، دونك يجيك يقول لك انت كبروجرام مانجر، الوغ كو انت ماكش بروجرام مانجر، لازمك ترفض الخدمه نتاعك خاطر انت ديجا بروجكت مانجر ماكش بروجرام. بي كيرفول. سو حاجات اخرين كيما مثال ما نعرفش انا فما السيرتيفايد لين سي سيجما البلاك بيلت، فما الوايت، فما الجري، فما اليلو، فما الجرين، فما البلاك. دونك يجيك واحد يقول لك انا عندي الوايت، الوايت عادي راه نجمو نقراو فيديو صغير على الانترنت ونتحصلوا على الوايت ولا على اليلو سامحوني. اوكي دونك هذوكم حاجه عاديين، دونك مي الجرين والبلاك دونك هذوكم اللي فيهم مجهود، هذوكم اللي عندهم بوا في المرشي معناها على على السي في نتاعك. باهي مادامش نفهم من عندك راني مش معناتها نقول هكا معناتها باش ما تقراش، بالعكس انت ما تنجم تتحصل على البلاك الا ما تتعدى بالوايت وباليلو وكذا، او تتعدى كما نقولوا انت مثال ما عادش في التايكواندو باش تتحصل على السانتيغ نوار، ما تنجمش ديريكت ديريكت معناها من البيضه مش تتحصل على النوار، لازمك تتعدى بمراحل، تتعدى بالخضراء والصفراء والزرقاء ودري شنو والاورانجي وكذا، تتعدى بهم الكل ليك باش تنجم توصل للبلاك. اوكي دونك لقيت حاجه غراتوي اقرا ابدا، علاش خاطر كي تبدا غاديك تبدا المايند سيت نتاعك تتحل، تبدا تفهم انت شني ممكن حاجه انت من الاول دخلت فيها وما تعرفيش حتى شنو. سمعت ناس تحكي لين سي سيجما، سمعت ناس تحكي من عرش كونتينوس امبروفمنت، ناس تحكي على ادنو كامبان، دونك لقيت حاجه كي دخلت قلت هاي برا خليني نكتشف، ممكن منك الحاجه هذيك سبب من الاسباب اللي خلقها لك ربي لكونك انت باش تحل قدامك اثنين اخرى وتفهم حاجات، وممكن عندك من داخلك معناتها عندك نيتس اللي انت تو ما نجمتش تحددها، ما تعرفهمش بكات مش حتى ما تنجمش تحدد ما تعرفهمش، دونك لهنا كي تدخل لك الحاجه هذيك تفهم توضح لك، وممكن تقول لا مش هذا اللي حاجتي بيه اصلا اتكيتي. اوكي دونك لهنا سيلفو بلي ردوا بالنا، دونك هذوما لي سيرتيف كيما كنت نحكي، فما حاجات اخرين تل كو دقيقه دونك سيف زيد سمحه بوغ اتخي كلير. اوكي مي سيف خاصه في الناس اللي هما يخدمون سيف، هي حاجه عندي انا افونسي. اش معناها افونسي؟ هي مش افونسي يعني بالمفهوم يعني اكثر من سكرام، لا، لكن الناس اللي تخدم سكرام ما تخدمش سكرام اكاو، تخدم سكرام وعندهم كيما نقولوا احنا بلوزيور ايكيب، خاطر السيف هي كيما نقولوا احنا هي سكرام، لكن الشركات عندهم بلوزيور ايكيب، ما خاطر في السكرام اللي يعرف عنده فكره صغيره الجروب يبدا صغير ما يبداش كبير، معناتها فايت ان بيرسون معناتها في الجايد الجديد
اخر جايد نتاعك. عندي كود حط فيه ومن ثم نخدم على الأستاذ دياب. مع ناس يباروني. دونك كما قلت معناتها فما عباد مثال كما نقولوا احنا السكرام في الجايد نتاع 2020، دونك ما يقارب 10 من الناس. يعني قبل كان يقول لك ست بلاس ماينس 2 بيرسون، معناتها 7 من الناس زائد ناقص 2، يعني بين اوتخومون من بين 5 ل 9 من الناس. دونك من بعد يقول لك في حدود 10 من الناس. دونك فما دي سوسيتي عندهم اكثر من 10، عندهم بليزيوغ ايكيب، دونك لهنا ما ينجموش يستعملوا السكرام برا معناتها. اوكي دونك يلزمهم بلوزيوغ سكرام اللي احنا نسميوه سكرام اوف سكرام ولا سكرام اوف سكرام اوف سكرام، يعني سي دي سي داكوغ. بي نرجع لهنا لا لا محمد رسول الله ونمشي بالحاجة بالحاجة. يلا معايا الناس الكل، الصوت واضح واموركم واضحة. بي دونك اول معهد اللي هو المعهد الامريكي، هيك خلينا نمشيو للمعهد الامريكي، ندخلوا للباج نتاع المعهد الامريكي ونشوفوا شو يوفر لنا سي المعهد الامريكي وشنو انا نجم نستغل منه. اول حاجه عندنا حاجات اي جراتوي بيه، عندك بي ام اي دوت اورج. اوكي تقول برشا بس مش تعمل اليوم. انا اليوم كما قلت يعني نحاول نوضحوا الحاجات اللي مش وحدك، خاطر زيد نجي نقول لك ريسبتيف هذه اهميتها، لا وحدك وحدك تنجم تعرف، خاطر انا ممكن من وجهة النظر نتاعي انا هذه كمهمة، لكن ممكن من وجهة النظر نتاعك انت تقول هذه تساعدني احسن. ديما نرجع للبزوان نتاعك، احتياجاتك انت شنو محتاج اكزاكتومون، شنو هي الحاجة اللي تساعدك وشنو هي الحاجة اللي ما تساعدكش. داكوغ بي. اما فما حاجات يعني كما نقولوا احنا معترف بهم، معناها ما كما نقولوا احنا ما يصيرش فيهم جدال. اوكي بي. دونك فور اكزامبل وقت ما نحكيو على سيرتيفيكاسيون، لاحظوا حتى اول ما تدخل انت على المعهد بي ام اي اول حاجه تلقاها شنو سي اي بي ام، وهذه اللي هي في تونس كنقول لكم قداش عندنا من بيرسون سيرتيفايد سي اي بي ام. هاي علاش نقول لكم معايا دونك فين الريجستر، هاي تبعوا معايا. دونك هذوما لي سيرتيف اللي تعطيهم للبي ام بي ام اي، دونك سي اي بي ام انا خليتها 13 بيرسون اخر ديسمبر. دونك اون فا فوار سي فما حاجة تغيرت والا لا. معناها سيرتيف بالأهمية هذه الكل. اوكي لي زيتيديون توانسة ولا بروف يونيفرسيتير، يعني قال لهم راهو لازمك سيرتيف 13 بيرسون. يعني كان انا توا نجي نفهم، يعني توا عندك جانفي وفيبري ومارس ولا ايتيديون في تونس اللي عندنا بالالوفات ولا واحد اخذ لها سيرتيفيكاسيون. ها 13 شخص من حتى واحد 2024 2019 2017 2019 2021 23 22 22 23 23 24 يا جانفي بتاعت هذا ما شفت في اول جانفي. اوكي سؤال يتسال علاش قديش سومها ماشي بالكم ريان يوصل 150 دولار، على فكره سومها 150 دولار ما تطلب حتى شيء، تطلب تراجع كذا عندك جيت عندك كذا وعندك اكزامات تعدي كلها بكلها. قداش تكلف لك؟ مليون، لكن مش دخلك من الباب الكبير في إدارة المشاريع. dernièrement في موان ديسمبر اي ثينك، ما نعرفش كان سي محمد موجود معانا بتاع لي سي بي محمد، ما نعرفش شنو اللي قدم سيت عدى فور اكزامبل انترفيو نتاع ماستر. اوكي قال لي راني حكيت كان بالفوكابيلير اللي قريناه في السي اي بي، حكيت كان بالفوكابيلير هذاك نتاع المانجمنت. قال لي عباد قاعد مش بي ودبر الماستر وكمل او توكا هما المون اي ثينك عندي بيه في جا في قال لي باش يخرج ومالغري ترى ما عنديش سيرتيفيكاسيون، جاست بالمحتوى يعني بالسكيلز يعني قص ما كملش راجع. لكن بعث لي يقول لي مدام راهو هكا وهكا وهكا، معناتها قال لي الناس قاعدة مش بيه في النولج اللي موجودة عنده، يعني في الكومبيتونس والسكيلز اللي موجودة، وهو قاعد يحكي معاه في الانترفيو نتاع الماستر باش يكمل قرايته. اوكي فما بالك انت في انترفيو نتاع قراية. سؤال علاش 13 وحدك هو الله وربك اعلم بجد نحكي به. البي ام بي لا دوزيام مش نحكيو عليها، البروجرام بورتفوليو، دونك البروجرام والبورتفوليو نحكيو عليهم في ليفل قوي. فور اكزامبل ما نعرفش انا شخص اوريدي يعني سيرتيفايد يعني بي ام بي
وعنده خاطر في يطلبوا ما يقارب 8 سنوات من خبره وهوني اكثر، دونك يطلبوا معناها ليفل قوي، يعني ماذا بيك تكون سيرتيفايد بي ام بي، بعد نحكيو على البروجرام وعلى البورتفوليو. اوكي بك الكونستراكشن هذه الحقيقه ما عنديش عليها فكره كبيره. دانييرمون اي ثينك فما مسيو ياسين التونسي، اوكي دونك كوتش بروجكت مانجمنت. بي اوكي عطا نقول لك بي يا خلود. اوكي بي دونك اي ثينك الوحيد اللي انا شفته الحقيقه في تونس، دونك جو سي با اسكو فما دي بيرسون بين سيرتيفايد في تونس فيها كونستراكشن ولا تقصير مني انا، دونك ما نعرفش، جات بالصدفه قدامي. بي الريسك مانجمنت حاجه قويه برشا، يعني الكونتينيو نتاع الريسك مانجمنت ما يقارب 40% نشوفوه في البي ام بي في البروجكت مانجمنت بروفيشنال. طيب احنا لهنا الريسك مانجمنت قديش معناها الكو نتاعها في زون نتاع البي ام بي؟ نفس الشيء كترين كل لا سيرتيفيكاسيون ممتازه، خديت البي ام بي وساعات حتى مش لازم ناخذ البي ام بي، راهو تنجم تعمل ديريكتومون ريسك مانجمنت قويه، لا سيرتيفيكاسيون قويه جو دي بيان قويه ومزيان المحتوى نتاعها، انسى معناتها راهي راهو فما فرق من بين واحد قبل ما يقرا وواحد بعد ما يقرا الحاجات هذوما، معناها انسى لا سيرتيفيكاسيون في حد ذاتها كورقه، معناها راهو كأنتي كبيرسون كمايند سيت راهو فما فرق شاسع. اوكي عندك الريسك مانجمنت وعندك لي سي بي، عندك لي دو سيرتيف هذوما اللي يقرا بي ان بي جو دي بيان دو تخوا سومان ياخذ لي سيرتيفيكاسيون. مثال فور اكزامبل عندك مسيو علاء الترودي وعندك حمدي خليلي ويحيى، دونك برشا خداو بي ام بي بعدها ديريكتومون دخلوا عداو لي سي بي. فما شكون والله بريسك 10 ايام ما كملش 2 سمان سي حمدي وخدا الاي سي بي، علاش؟ خاطر الكونتينيو بريسك شفناه ديجا في البي ام بي، لكن من بعد لي سي بي سي حاجه كما نقولوا احنا دي ديتيلز اخرين، دي تولز وتكنيك اخرين، دونك في هذوما الكل سيرتيف هذوما باش تشوفوا حاجات اللي هما كما نقولوا احنا دي تولز وتكنيك مهمين برشا. اوكي هنا زاد كيف كيف عندنا دي سيرتيف غراتوي، ما نعرفش شكون بعث لي الميساج توا، اي ثينك خلود. يا خلود مثال هوني عندك مثال في البي ام اي، عندك الفوندامونتال، عندك سكرام فوندامونتال موجودين سيتي غراتوي. اوكي نجم تعديهم سكرام ستادي راني جو في با كونتر، كونك انت عندهم موجود عندك فما سي سيجما تدخل على سكرام ستادي انا كنت توا. اوكي دونك السكرام ستادي اوكي تدخل لهنا اوكي فما لي سيرتيفيكاسيون وتمشي نورمالمون ما يتعدى لك كان ما تعمل اللوجين، ما نعرفش اذا اللوجين بتاعي اوكي فيك ماشيه ما تعرفش مطايره. نايس اوكي دونك وتبدا تقرا فما الفري فما حاجات اللي هما فري اوريدي فهمت وتنجم تاخذهم، فما سي سيجما فما كذا فما ما نعرفش الفوندامونتال فما الماركتين فما نيغوشيشن فما برشا حاجات تنجم تاخذهم، لكن انا شنو قلت اللي يحب راهو هو شوف اختيارات، لكن انا جو دي بيان كوني انا عود الكوني انا باش نعمل السي سيجما نعملها من ستادي هنا نعملها من بلايص اخرى اللي هو تكون منطقة، مش نعمل انا ما نعرفش سكرام يا خويا عندي الاليانس وعندي السكرام دوت اورج اللي هما خير برشا من السكرام ستادي معترف بهم عالميا، طيب علاش نخسر في فلوسي انا لهنا؟ ما نخسرش فلوسي لهنا، جاتني غراتوي واي نوت مرحبا اوكي، اما انا باش نخسر فلوسي لا، مثلا هام سكرام دوت اورج سكرام دوت اورج شو ما لي سيرتيفيكاسيون تعطيهم، باش نرجع للبي ام اي خاطر فيها برشا حاجات اخرين تنقول لكم من قوه البي ام اي. دونك لي سيرتيفيكاسيون ميتي اعطيني السكرام دوت اورغ هاي عندي بي اس ام 1 بي اس ام 2 بي اس ام 3 نفس كيما عندي البروفيشنال سكرام ماستر عندي بروفيشنال سكرام برودكت اونر اوكي اللي يعرف السكرام، دونك عندي 3 رولز، عندي تيم ديفلوبمنت تيم بتاعنا وعندي السكرام ماستر وعندي شخصيه ثالثه ولا رول ولا اكونتابيليتي اللي هي تغيرت التسميه دونك ولا تسمى اكونتابيليتي اللي هو اكونتابيليتي اللي هو شكون سي كل برودكت اونر اللي هو ريبريزونتون تاع الكوستومر نتاعنا، دونك زاد هذاك عندي دي سيرتيفيكاسيون عندك بي اس بي اس بي 1 و 2 وعندك 3 فما دي زوتر اوكي، دونك عندك بروفيشنال اجايل ليدر شيب سيرتيفيكيشن ليدر شيب بي ام اوكي، دونك عندك فاسيليتيشن عندك مانجمنت سكيل سيرتيفيكيشن الى اخره، فما السكرام اللي تسمع في ال تي عند بروفيشنال سكرام ديفلوبر سيرتيفيكيشن، طيب علاش نعمل في سكرام ماستر وانا ديفلوبر وكذا، هيك فما يعني هات اللوجو هات اللوجو شوف شنو البروفيل نتاعك شنو الحاجه اللي تمشي
علاش نقعد ديما انا كيما انا ايتيديون نمشي نقرا في بي ام بي براح ما توديكش مش تعمل بي ام بي ام بي اوكي سكيلز اوكي مي نحكي كسيرتيفيكاسيون راك اول حاجه كان دخلت ليكزامان راك معناتها راك غشيت راو سي مال فيو ليك انت مش للي انا راو اذا انت ما عندكش الخبره انا نجي نهار في الانترفيو نخزر السي في نتاعك نلقاك عندك خبره عام وبجنبها مدد لي البي ام بي راني والله لا نكمل نقرا راو جو دي بيان والله لا نكمل نقرا السي في نتاعك والله ما نحطه في القجر ونتعدى ما نحطوش في القجر ديريكت نهبطوا نكتب بين حاشاكم فهمتوني ولا دونك نحط حاجه اللي يعني تعمل لي ماكسمايزينغ للفاليو نتاعي انا للريكروتور والسيد اللي قدامي راني جو سوي با كونتر الكوني انا كي نلقى حاجه جراتي ولا نلقى كذا اما نحكي اني باش نسعى اني مش فما حاجات اخرين تمشي مع البروفيل نتاعك عمرنا مازال باذن الله عمرنا طويل وما شاء الله راهو باش نعديو 30 و40 سنه كارير نتاع خدمه اقل شيء هذا مش معناها يعني تنجم تعدي حياتك كامله 60 سنه وانت تخدمهم واكثر واكثر اوكي دونك من الاول ما نكزوش لي زيتاب تي تاب تي معناها ستيب باي ستيب الناس البروفيشنال اوكي يعمل بي ام بي فمش عايش تعمل في السي ام بي ام مثال جوني فما شكون وقتها جاني يعمل 5 سنين يقرا سي ام بي ام طيب علاش تقرا سي ام بي ام انت عندك 5 سنين خدمه عامل بي ام بي ديريكتومون بي ام بي معروفه اكثر برشا من سي ام بي ام الزوز اما بي ام بي معروفه سي بروفيسيونيل وانت في الليفل هذاك طيب علاش تطيح من الليفل نتاعك الحاجه اقل دونك اعرف شنو هو قياسك عندنا دي تيرم نستعملوهم في المانجمنت سيكيور فما حاجه نسميوها التايلورينج يعني كلمه تايلورينج هو انه احنا نخصص والا نفصل الحاجه على قياسي كيما الترزي يجي الحاجه ويفصلها قده بالضبط علاش نلبس في حاجه اكبر مني ما تواتينيش نلبس حاجه على قدي كيف كيف لهنا كان ندخل مثال البي اس ام هنا 150 دولار 150 دولار معناها ساغية اوكي 80 سؤال وساعة من زمان لازم سكور فيها 85 ساعة بون ولات 200 دولار غليت ولات 200 دولار داكوغ واضح لوليد بيت نتعدي ومثال سكرام سكرام اليانس هيك مدمنا في الاجيليتي سكرام اليانس يلا راهو هذا الكل باش نقول معناتها اوكي لا هي مش سكرام بلانس فاهمة اوكي مش هذي للميكرو سيل اوكي سيميه الخلود للميكرو سيديه نايس بيه نعطي سنتر كابيني نجس ماشي هذي بسكرام عليس دونك كده برامون كابيني اوكي عارفين من عند النفس الناين الكلاين اوكي دونك نوريكم جوست السيجل نتاع مش عارفة علاش ما تجيش او بتيتر بكري الورديناتور تبلانتا خاطر كنت حالة كل شيء كنت محضرته فاتر بتيتر هذاك علاش تبلانتا الورديناتور الو اوكي الجاي انا استرا يس الاجايل اليانس اوكي دونك تلقى هوني تلقى شنو ما لي ترتيب اللي تنجم تاخذهم اي ان سي دي داكور واضح باهي واتلس الاكسيلوس المعهد الامريكي هات نمشيو الاكسيلوس الاكسيلوس المعهد الامريكي المعهد الامريكي يعطيني برشا حاجات مزيانين زيد اوكي سمح راهو المعهد الامريكي
دونك 200 واحد عمل 200.2 كيما البي ام بي، راهي ما تفرقش عليها جمله، جو دي بيان ما تفرقش عليها جمله. اوكي ككونتينيو بوتيتر زاد فيها محتوى مزيان. دونك عندك لي تي ال، اوكي على تي ال، وعندك اوكي سيرتيفيكاسيون. اوكي دونك عندك برينس 2، برينس 2 اجايل كيما الاي سي بي، كيما الاجايل براكتيشنر، بعد شويه باش نشوفوها بالبداية. ام اس بي، ام او ال، هذوما يلزمني الابريفياسيون تاعهم. اوكي الام او في اللي هي المانجمنت اوف فاليو. اوكي ام اس بي، ام او ار اللي هي اوكي بيبر متابعين بورتفوليو. اوكي عارفه ماشي ده مزيانه برشا في اللاتسيلوس، يلزمنا نشوفوها اللي هو البي او 3. بي او 3 من اهم لي سيرتيفيكاسيون، اهم هذه للبي ام، للبي ام او، جماعه البي ام او اللي هو بروجكت مانجمنت اوفيس. اش معناتها كلمه بي ام او؟ البي ام او هذية ما نعرفش مدام امال مازالت معانا والا لا. مدام جمري مازلت معانا؟ نزلت معانا، نايس. به مدام امين حبك تسمعني بالكدا بالكدا، يرحم والدي كما قلت. به البي ام او شنو هو؟ البي ام او هو سي بون، جوست حبيت كونفيرمي كونك مازلت موجوده معايا. دونك البي ام او بيتيتر مش كما مدام امين، بيتيتر نعرف ماني جوست على لينكدين، مي بيتيتر فما برشا ناس في نفس البروفايل نتاعها، دونك يهمهم برشا الكلام هذايا. دونك البي ام او هو مكتب اداره المشاريع. مكتب اداره المشاريع شنو هي معناها؟ هذه المعضله اللي احنا موجودين فيها في تونس. اوكي باين مش كلكم حاجات صغيره وانتم تو كل واحد يكونفيرمي. ساعات نبداو في سوسيتي يجي المانجر الاولاني. اوكي ما نقولوش المانجر نتاع السوسيتي، احنا لا لا مش نحكيو على التوب مانجر، نحكيو حتى شيف سيرفيس والا شيف دو كار ولا ما عرف شنو. كل واحد عنده لا باسون نتاعو اللي هو يخمم به. اوكي ويجي اذا شد بوست جديده يفسخ اللي سبق الكوليك، اذا ما فسخش 100% مش يفسخ 50 60 40%، مش يفسخ جزء كبير من خدمه خدمتها ناس. اوكي واحنا معناتها خدمتها يجي يحطها ازيرو ويعاود كل شيء من اول وجديد، يحط فيزيون جديده ويحط استراتيجيه جديده ويحط تخطيط ويعمل كذا وكذا وكذا الى اخره. واضحه؟ اذا كان فك الشركه هذيك فما حاجه اسمه بي ام او اللي هو المعهد اللي هو المكتب اداره المشاريع. شنو هو البي ام او؟ شنو يعمل اكزاكتومون المكتب هذايا؟ كيما الجفرنس، كيما الحوكم في وسط الستيرينج كوميتي والا جفرنس كوميتي يسميوها، اللي هي لجنه الحوكمه، اللجنه اللي تتلهي لنا تو سكي بروسيس، تو سكي فريم ورك، تو سكي براكتس، كي مانج الكواليتي، كنترول للكواليتي، تو سكي ترينينغ، تو سكي كورديناسيون، تو سكي ستانداردايزاسيون، اي حاجه اي بروجي جديد يكون تحت البي ام او. دونك هو مكتب اداره المشاريع. كانك الشركه هذيك فيها بي ام او، دونك يجيني اكس، يجيني واي، يجيني زد، يجي اللي يحب عليه شكون. دونك انا اش عندي؟ عندي برنامج، فما لجنة تخرج لي في البرنامج هذيك اللي يكون بيان ديتايي، والناس اللي موجودين هذوك كاين كيما نقولوا احنا كاين عندك رقعة نتاع شطرنج معناها، وناس قاعدة تلعب لا أكثر ولا أقل. فما حاجات بلاني، فما ديفيزيون القدام. يعني أنت مثال تجي في 2014 و2015 تلقى في العالم العربي مثل في تقول تلقى دبي ولا تلقى ما نعرفش انا الامارات ولا تلقى مثل السعوديه عاملين فيزيون على 2030. اوكي والفيزيون هذيك حاجه حاسه الميكرو هك، الفيزيون هذيك تشمل 100 حاجه بحاجه، تشمل تقريبا مش 100، تشمل كل شيء. يعني المجال الصحي تقول لك كاين، المجال نتاع العمل تقول لك كاين، نتاع الاداء نتاع ليدوكاسيون تقول لك كاين، نتاع الترفيه تقول لك كاين، نتاع الانفيرونمون تقول لك اي حاجه، المراه، اي شيء. دونك لهناك يجي فما دي بي امو اللي هو مش يولي كما نقولوا احنا يشاقوتي، والا هو كاينه امبريلا على كل الحاجات هذيك اللي موجودين في وسط البلاد ولا في وسط الشركه ولا كذا، تبدا كل شيء اموره. صارت كورونا، بيوت جولف ما تأثرش في الكورونا ولا شيء، صغار يقراوا، ناس تخدم، أمورنا واضحة، ولا شيء يتغير ولا شيء. أوكي،
فما حاجات باش ما نقولش 100% باش ما نوصلش للاكزاجيراسيون، مي تقريبا حياتنا استمرينا، حياتنا عاديه، نخدمه كذا صحيح في الدار مانيش البر، لكن نخدمه مرنا واضح. علاش؟ خاطر فما كانت فما برامج وفما استراتيجيات قويه من عند شكون؟ من عند هالمكاتب اداره المشاريع. اوكي، دونك لهنا لا سيرتيفيكاسيون اللي انا ننصح بها اي واحد، سواء كان كنت تخدم بي ام او ولا ما تخدمش بي ام او، يعني تخدم ادمنستراتيف، تخدم مانجر، تخدم من عرشانه في التكنيك، في الشانتي، في كذا، يلزمك تعرف شو معناتها بي ام، تعرف شنو هي الرول نتاعو، شو ما لي تيب نتاع لي بي ام، كيفاش يوصلوا يعملوا لي ستانداردزاسيون، يعملوا كورديناسيون، يعملوا اي حاجه تنجم معناتها كما نقولوا احنا تساعد الشركه ان هي تنمي، ان هي تتعدى من كما نقولوا احنا من ستيج لستيج اخر، يعني من وضعيه لوضعيه ثانيه اللي ممكن تكون في الفيزيون. دونك هنا فما رؤى كبيره تتعمل ساعات على 20 سنه وعلى 30 سنه، يعني اكس جريك زيد يجي يمشي رئيس، يجي رئيس يمشي وزير ما نعرفش شكون، ولو ما نحبش السياسه وما نحبش ندخل فيها، مي اي حد يجي يمشي دونك امورنا تمشي مريقله. سيدي نفس الشيء في اداره المشاريع، نفس الشيء. دونك لهنا الشهاده هذه سيلفو بلي راهي سهله، ما فيها حد شيء وما تتكلفش، دونك تنجموا تعديوها سواء كان من الاكسلوس تو نحكي لكم عليه، مع هذايا اللي هو اش معناتها بي 3 يو، اش معناتها اللي هو بورتفوليو بروجرام اند بروجكت اوفيس. اوكي، لانه كيما عندنا مكتب اداره المشاريع عندنا برنامج اداره المشاريع، ما قلنا في الشريك ايش عندنا، عندنا بورتفوليو وعندنا بروجرام وعندنا بروجي ولا، دونك البورتفوليو عنده الاوفيس نتاعها، ناس تتحكم في كل شيء. بون كي تتحكم دونك سا ديبون، دونك باش ما الناس اللي يعرف شويه في البي ام او، دونك كون تتحكم خاطر فيه دي تيب هو اون فيت. اوكي، ينجم يكون جاست سبورتيف، ماهوش معناتها كيما نقولوا احنا دايركتيف. اوكي، ما يتحكمش لكن يخرج لنا ستاندرديزاسيون، يخرج لنا القوانين، يخرج لنا لي بروسيس، لي فريم ورك، كل شيء اللي باش نخدموا به، لي تامبلت، اي حاجه. انت مش تكتب ايميل، علاش انا الايميل نكتب بالطريقه نتاعي انا وانت تكتبه بطريقه اخرى؟ علاش ما تكونش عندنا حاجه ستاندر الناس الكل نتعاملوا بها؟ علاش ما نسهلوش العمليه لاي شخص ينجم يجي يكون جديد، والا الناس اللي موجوده علاش نقعدوا خدمه؟ مثال نعطي اكزامبل، مثال البروجي نقعدوا في تونس تجربه خاصه، يعني بروجي تقعد تخدمه عام وعامين في لي بي دو غولف، نخدموه في شهرين وفي 3 شهور فقط تخرج ويبدا يخدم تعمل اكزيكسيون ميم با في 2 3 mois، الوغ كو في تونس يقعد بالعامين وبالاكثر، باش ما نقولش اكثر برشا زاد. اوكي، طيب علاش؟ اوكي، دونك لهنا كان يبدا كل شيء واضح ويبدا كل شيء حاضر، والبي ام او قاعد يخدم في خدمته اللي في بيان انستالي ومعملين له ميزان بلاس نتاع البي ام او، امورنا واضحه، تبدا امورنا واضحه الناس الكل، وشركة تخدم وتبدا فما فلويديتي، وانت عارف شنو نهار تليت مش يبدا كل شيء عندك حاضر، جاست تعمر الحاجات اللي انت تستحقهم واللي هما معناها بروبوزيسيون جديده نحبوا نغيروا. اوكي، فما لجنه، فما كذا، فما دي بروبوزيسيون يعطيهم لي بروجكت مانجر، بتيت لي بروجكت مانجر ولا مدراء المشاريع ولا مدراء البرامج ولا البورتفوليو يكونوا جزء من الكوميتا هذيك. اوكي، به دونك هوني لاكسيلوس كما حكيت على البيتريو، به عندي البي ام او، عندي اللي هو الجلوبال يعني اليانس اللي هو لاهي بالبي ام او، بما ان حكيت على البي ام او. ليلتك البي ام اي قلت لك يا خويا انا ما عادش يساعدني حد اخر يجي كما قبل، كانت جست اللي تقبل كان عندها جاست لي سيرتيفيكاسيون هذوما كاهو، تنوريك من البي ام اي قديش طورت من روحها. اوكي، في الاونه الاخيره من 2016 بدات تطور في روحها، علاش؟ خاطر صار معناها كيما نقولوا احنا تحب هي ديما نمبر 1 في اداره المشاريع، وتحب ديما الكون ما فماش حاجات تسبقها، دونك يا ريت الكون فمك لاجيليتي وفم لاليونس طالعه والسكرام دوت اورج، والعباد ولات تحب تخدم سكرام، والعباد ولات تحب تخدم كامبا، تخدم اكس بي، دونك ديريكتومون مش دخلت لي سيرتيفيكاسيون تاع لي سكرام وديسبلاين وكذا، تنوريهم لكم لي سيرتيفيكاسيون. زاد في نفس الوقت شافت الكون فما بي ام او جلوبال الينس، هذه نفس الدقيقه نكتبها لكم بي ام او، ولا علاش نكتبها ما تجيبش كليك عليها ديريكت تطلع لك، عندك بي ام او سيرتيفايد براكتيشنر وعندك الكونسلتنت، باهي هات نكليكي انا هوني ونشوف السيرتيفيكاسيون هذي ونشوف وين مشيت تهزني.
معايا بي ام او جي اللي هو بي ام او جلوبال اليانس. شعملت البي ام اي، مشيت شريت يعني اسيتو كامله اللي هي بالبي ام او. بي ام اي مشيت شريت يعني البي ام او جي اي ولا تابعه البي ام اي. ما عادتش اليونيفرسيتي مع حدا، ما عادش معهد وحده ولا تابعه البي ام اي. فهمتوني الاولاد؟ يعني حاجه تابعه البي ام اي، يعني كي تاخوها سي بري بي ام او جي اي، لكن هو تابع البي ام اي. نزل دانييرمون الحكايه هذه صارت عندك سوا البراكتيشنر سوا الكونسلتنت زو بليزيور. دونك انت من بعد هكا عندكم لي لينك، لو تلقاو في الباور بوينت تلقاو كل ديكور، تلقاو اللينك نتاعها حطيت لكم. ادخل شوف شنو هما لي بزوان نتاعك انت، شنو هو محتاج. داكوغ بيه. نرجع لإلى الله محمد رسول الله. All certification ولا agile certification. بيه حقيقة بيه بقي هات نشوف الريجيستر ونلقاوهم. بيه شوف لي سيرتيفيكاسيون تاع تاع البي ام اي. فما حاجة نتاع سكيجولينغ، الناس اللي تخدم على ماس بروجكت وتخدم على البريمافيرا، لي بلانيفيكاتور اللي يعملوا البلانيفيكاسيون تاع لي بروجي. دونك هذه أول شهادة تاخذها قبل حتى البي ام بي، قبل كل شيء. دونك عندك السكيجول بروجكت معناتها مانجمنت. اوكي باهي بزنس كل شيء. الاجايل هايبرد مؤخرا البي ام اي قالت لك انا اوكي نخدمو بروديكتيف ونخدمو اجايل وما احلينا وكذا وكذا. اما هي قالت لي ما نكتفيوش بهنا، مالا باش نزيدو نعملو لهم كومبينيشن الزوز مع بعضها، باش تولي عندي حاجه هايبرد يعني حاجه هبريد. يعني علاش لي سيرتيفيكاسيون انترناسيونال هذوما الديوريشن نتاعهم معناها تلقاه 3 سنين ما اكثرش، باش ديما تقعد انت تعمل لي ريشيرش نتاعك وديما تقعد ابديت بالحكايات هذيا بلي زانفورماسيون هذوما، باش تنجم كيما نقولوا احنا ديما تكون في المرشي. معناتها مش جاست خديت الشهاده، والله خديت الشهاده من بعد ما خديت الشهاده، معناها كي يجي بعد ما نعرفش انا عام ولا عامين ولا 3 سنين تلقى روحك راك ديمودي، دي بيان ديمودي معناتها سي بون، معناتها مشيت على روحك. اوكي دونك بي كيرفول، لوجوا على السيرتيفيكاسيون اللي احنا حاجتنا بها، الحاجات اللي احنا دونك فما هذوما الداك دي اس ام دي اس ام دي اس اس ام دي دي ا في اس سي. دونك هذوما الكل نتاع لي سكرام ماستر. اوكي هذوما الكل سيكيور، دونك هذوما الكل. اوكي تاع لي سيبوكي الميكرو. اوكي ميرسي. دونك هذوما لي سيرتيف اللي زادتهم ديغنييغمون الداك دي اس ام. بون ديغنييغمون شو معناها ابارتيغ من 2016 اي ثينك 2017 16 ولا 17. اوكي بي فماشي شكون عنده سؤال لهنا جايز؟ سافا بيه. دونك البي ام اي اوريدي حكينا عليها. اوكي لاكسيلوس دونك كنت تلقاو من لوتا اللينك نتاعها الاليانس دونك سكرام دوت اوريك. اوكي ديما ننصح بهذا بالسكرام دوت اوريك. اي فما حاجه اخرى في السكرام زي كيف الاجيليتي اللي هي الاي سي اجايل زي كيف معروفه. اوكي جوست نعمل كومباريزون صغيره هونيه فور اكزامبل السكرام اللي مش تعطيني تعطي لي سكرام سي اس ام دونك سي سيرتيفايد سكرام ماستر. البي اس ام اوكي اللي هي البروفيشنال سكرام ماستر من سكرام دوت اورج. الاي سي بي من البي ام اي والاي سي بي من عند الاي تي اف دونك اللي هي الاي سي اي سي اي اجايل. اوكي بي الكورس نتاعنا هل هي تطلب من عندك يعني تقول لك يلزم تكون ماخذ كورس يعني معتمد والا لا؟ دونك اليوم تطلب عليك السكرام بي اس ام ما تطلبش عليك، الاي سي بي بي ام اي تطلب عليك داكوغ. دونك الاي سي بي نو ما يطلبوش عليك. البرايس السكرام اليونس شوف لي بري نتاعها 650 800 دولار، هذه فقط السيرتيفيكاسيون يعني ليكزاما. البي اس ام اول حاجه بون يزيد يصلحها 200 و100 دولار مع 150، ما في باليش بالتغييرات هذه. بي ام اي اي سي بي دونك كان تقبل خاطيك 550 دولار، ولات توا لينا احنا التوانسه بما اني ولات تعتبر كوست سيرتيفيكيشن باهي خلود. داكوغ باهي
لا 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 محمد رسول الله. دونك كنت معناها البي ام اي ولات تعتبر تونس وشويه افريقيا، اي ثينك مش متاكده كوني 100% معناها القاره الافريقيه الكل. اوكي دونك مصر كلنا معناها في القاره الافريقيه تقريبا كنت تعتبرنا من الدول الفقيره، دونك ولات عملت لنا ديسكاونت يا اخي مولديها ولينا ب 300 دولار. بار كونتر مثال اذا انت تونسي بيك، اذا انت تونسي تخدم في الخليج ولا تخدم في لوروب ولا تخدم في امريكا ولا في كندا ولا كذا، دونك راهو كيفاش نقول لكم معناتها راهو اذا حطيت لادغاس نتاع وين انت قاعد تخدم راك باش تخلص 550 دولار، راك متخلص 305. اوكي ديجا يخرجوا لك ميساج يقول لك راهو اذا انت كذبت علينا في لادغاس نتاعك فما لا بوسيبيليتي انه احنا نلغيو لك ليكزامان نهائي. اوكي تعمل فري سيرتيفيكيشن مدام قمري كل تقبيله شويه، تعمل سكرام فوندامنتال، تعمل بروجكت مانجمنت فوندامنتال، عندي بوست مره هبطته على لينكدين فيه لي لينك الكوليك، تعمل الانتليجنس ارتيفيسيال واللينك مع البروجكت مع البروجكت مانجمنت، تعمل برشا حاجات. نحط لكم لي لينك ان شاء الله تو بعد في الجروب. اوكي دي كو تكمل السيونس، فنحط لكم لي لينك اللي تنجموا تمشيوا لهم ديريكتومون وتاخذ لي سيرتيفيكاسيون غراتوي من عند البي ام اي. اوكي ديجا شفت في لينكدين دي كيلكوزان حقيقه مش برشا شفتهم مهبطين معناتها على لي سيرتيفيكاسيون هذو. اوكي راهو حتى لي زوتر اي كلهم راهم بريسك يعطيو لي غراتوي، مي راهو حط في بالك راهو لي غراتوي جوست اللي هما الحاجات الفوندامنتال، ما تلقاش اللي من بعض يلزم تدفع فلوس. اما نقول انا ميساج هذوكم ايه يلزمنا نعملوهم، اوكي يلزمنا نعملوهم خاطر من غيرهم هما ما يوليش عندنا الطموح، يولي عندنا كما نقولوا احنا الكيوريوزيتي كونه احنا نوصلوا للحاجه اللي يلزمنا نوصلوا لها. داكوغ به فور اكزامبل به ندخل توا جاست بما اني حكيت على جايل، دونك عندك كوني كما قلت لي سي بي تلوني البارتي نتاع على جايل. دونك خلينا نحكي شويه على لي سي بي شنو هما لي زيكزيجونس نتاعها شنو ما يطلبوا. اوكي خاطر ديما راك تقول سيرتيفيكاسيون في حاجه معينه دونك اعرف شنو لي زيكزيجونس نتاع الحكايه هذيك. فما دي زيكزيجونس اللي هما اون جينيرال في خدمتك معناتها كبروجكت مانجمنت، اون جينيرال في الاجيليتي والتريننج اجايل براكتس. اش معناتها؟ معناتها واحد خادم في اداره المشاريع بصفه عامه فاوبليغاتوار يكون في الاجايل، دونك يلزمك 5 سنين خدمه، وفي ال5 سنين هذوكم لمين يلزمك يكون عندك 3 سنين اوكي في الاجايل، او خادم 5 سنين كذا وخادم مفيد فما 3 سنين فما 5 سنين اون جينيرال معناتها في اداره المشاريع سواء كنت تخدم يعني برودكتيف والا اجايل. الناس اللي هما سيرتيفايد بي ام بي ما يحتاجوش الريكويرمنت هذوما، البي ام بي وحدها تكفي وتوفي. اوكي دونك يقول لك هو ديجا يهذب ولا تكون سيرتيفايد بي ام بي. اذا انت سيرتيفايد بي ام بي تدخل تعدي سوفت وير يلزمك شنو؟ يلزمك التريننج ان اجايل براكتس معناتها يلزمك تعتيم ال 21 ساعه. اوكي اللي انت قريت هذاك معناها سونتر اللي يعطيك 21 ساعه واضحه الفي نتاعها كما قلت 305 للمومبر شيب والماهوش مومبر شيب 347، هذوما لي فري نتاعنا الفي نتاعنا احنا نتاع التوانسه. اوكي والا الافارقه بصفه عامه يعني به شنو فيه الاكزامان؟ اي اكزامان باش تلقى فيه دي دومين، انت الاكزامان نتاعك عليه 100% او مش تلقى فيه دي بورسونتاج، مش تلقى مثال هنا في الاي سي بي، مش تلقى سيت دومين، مش تلقى الاجايل برانسبلز والمايند سيت الفاليو درايفنج ديليفري، مش تلقى ستيك هولدر انجيجمنت تيم بيرفورمنس ادابتيف بلاننج، مش تلقى البيرفورم بروبلم ديتكشن اند ريزولوشن، ومش تلقى كونتينيوس امبروفمنت على البرودكت والبروسيس والبيبل. يعني بصراحه الاي سي بي ياسر مزيانه. علاش؟ حتى جماعه الاندستري اوكي جماعه الاندستري اليوم يخدموا في المانيال المعامل وكذا، عندكم بارتين تاع لي تيم بيرفورم ستيك هولدر انجيجمنت وعندك لي بروبليم هنيه وعندك كونتينيوس امبروفمنت ياسر مزيان مزيان على الاخر فيهم دي تولز ودي تكنيك. اوكي انك تقرا في اللين ولا تقرا في سي سيجما اوكي وفي نفس الوقت او كسرتيفيكت اي سي بي يعني الكونتينيو نتاعها راهو ياسر مزيان. في نفس الوقت ريت الاجايل البراكتيشنر اند مايند سيت الدومين الاولاني هذاك تقرا فيه السكراب من اجوس كازيت. اوكي يعني كي تقرا اي سي بي تنجم تعدي بي اس ام 1 فاسيلمون، تقرا مع السكرام تقرا الاكس بي الفريم ورك ليس في الاكس بي الكامبا، ومعاها تاخذ فكره على الكريستال وتاخذ فكره على الدي اس دي ولا في دي بي.
يعني لي ميثود هذوكم الكل ولا لي فريم ورك هذوكم الكل تاخذ عليهم فكره، تتعمق في سكرام ديتايي كانفا ديتايي والاكسبي اوكي شويه كريستال وكذا، الاخرين ناخذوا عليهم فكره فقط، مي كل شيء هذوما الكل سون دي اون ديتاي. خاطر علاش؟ خاطر سي هو ممارس الاجيليتي، يعني ماهوش جاست سكرام ولا جاست كذا، لا لا ولا جاي بصفه عامه. وهذا علاش ديما نقول باللي كي تعملوا بوست باللي لا تقارنوا سكرام مع البرودكت، يعني ما تجيش الحكايه، اش معناها ما تجيش؟ هذيك فريم ورك اوكي وهذيك ابروش، يعني اجايل مع التراديسيونال اي محلاها، سكرام مع الكامبان اي محلاها، اما تقارن لي سكرام راهو السكرام راهو فريم ورك في وسط الاجايل، فريم ورك في وسط الاجايل اوكي. دونك ردوا بال الاكزامان تاع لي سي في 3 سوايع 120 سؤال، 20 ما عليهمش سكور و100 عليهم سكور اوكي. اون جينيرال بي ام اي شنو تتبع المايند سيت مع كل لي سيرتيفيكاسيون تاعها الكل اللي هما شنو؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. تجيك تحط لك ليكزامان مثال هو 120 سؤال، لكن ثم 20 سؤال أنت ك معناها ممتحن يعني ما تعرفش منهم 20 سؤال عليهم ما عليهمش سكور، أنت بتجاوب على 120 سؤال وتخرج على روحك ويخرج لك السكور نتاعك، أوكي؟ لكن لهنا هي علاش تحط لك ال 20 سؤال الزايدين؟ تحط باش ديما تعمل لوبديت نتاعها للي زيكزاما. اش معناتها؟ معناتها اليوم حطيت 20 سؤال، نحب تعمل تحب تعمل دي ستاتستيك اوكي احصائيات على شنو، على العباد كيفاش تناولتك ال 20 سؤال هذوك، خاطر فيهم حاجات جديده، فيهم بتاتخ مايند سيت جديده، فيهم طريقه طرح للاسئله جديده. دونك هي تحب تعرف انت كيفاش صار لكم، معناها الناس كيفاش تعاملت معاهم الحاجات هذوكم، وعلى ضوء كيفاش الناس تعاملت معك الاسئله هذوكم، دونك هي تقرر اسكو تزيد اسكو تعمل دي زيكزامان جدد اسكو كذا الى اخره. دونك هي الطريقه ديما سواء كان اي سي بي سواء كان ريسك سواء كان بي ام بي سواء كان سي اي بي ام، ديما فما بورسنتاج. مثال بي ام بي 20 للبي ام بي قبل نحكي كان فما 25 سؤال ما عليهمش سكور، توا في الوقت الحالي جاست 5 كويشن معناتها 5 اسئله فقط هما اللي ما عليهمش سكور اوكي. بي دونك هذه الاي سي بي تقريبا شنو فيه، اذا اي واحد فيكم عنده اي سؤال بي، اللي عنده سؤال ينجم يكتب عادي في الشات واضحه. بي عندك فور اكزامبل البي ام بي حكيت عليها 3 سنين وعندك 5 سنين الى اخره اوكي، يلزمك تكون قاري 35 ساعه. بي بالنسبه للنومبر دو ريت يقول لك 35 ساعة، وريت هوني في الاي سي بي يقول لك 21 ساعة. الناس اللي قرات وتعرف راك مستحيل تنجم تكمل كونتينيو نتاع حاجات هذوما في 21 ساعة. اش معناتها؟ مش الكور ما يكملش، الكور يكمل، لكن الكور ينجم اي يعني كما نقولوا يعني ترينر ينجم يعطيك الكور ويمشي على ذلك. كيما مثال فور اكزامبل يجي انت مثال سوسيتي نتاعك ما عامله كونفونسيون افيك كابيني معينه وعديتو معناها وقريتو جمعه كامله بريزونسيال، اللي انا ضدها كومبليتمون حكايه البريزونسيال سورتو في لي سيرتيفيكاسيون هذوما. علاش؟ خاطر اون فيت باش يجي جمعه كامله هو يعطي الصحه للترينر وقام بواجبه تلقاه قام اكثر حتى من مجهوده بواجبه، اما المحتوى كبير، مشكله مش لا في الكابيني ولا في الفورماتور ولا في اي شيء، لكن المحتوى تلمون كبير اوكي. دونك لهنا كي انت باش تحطه في جمعه من زمان قداش يشد مخك، اي سورتو حاجه ماهيش انغوجستري ماهيش مسجله، يعني حاجه بريزونسيال تقرا باش تروح على روحك. اي مالو غوزمون كونو احنا توا كان ديرنييغمون فما هكا دي كابيني شفت ما كي ولاو يعملوا سويفي، اما بون سويفي افيك كوتشينغ مي سي بيون معناتها اوكي. لكن نورمالمون راهو لي سيرتيفيكاسيون هذوما يكونوا باكج كامل ما فيه حتى شيء ناقص، كور معاه انجستخومون معاه بي دي اف معاه سيميلاتور ديكزامون ومعاه سويفي. علاش سويفي وعلاش حاجة هذوما؟ خاطر راك وحدك ما تنجمش تلقاك بسويفي في وسط جروب والناس الكل مع بعضكم وتشجعوا بعضكم واكثر من 80% راك كيما انت ما نعرفش انا واحد يهز كاسكيس كيما وحاطط فيه الماء تك 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 نشد في القطرات الكل يطيح، هذاك شنو راهو يصير؟ راهو هذا واقع مش نحكي في حاجات. دونك لهنا ردوا بالنا ديما اخطاء
راهو مش معنى الحكايه كان معناها نو، مش الحكايه كان معناها قراو عن بسمه نو نو با دو تو، ديما ماذا بيك حقوقك تبدا مضمونه وتبدا عارف شنو هو تختار داكوغ، خاطر الكونتوني المحتوى ياسر ثقيل، المحتوى ياسر ثقيل، وراهو ريالمون ما نحتاجوش 21 ساعه، كي نجي تشوف تلقى لو مينيموم تحتاج 40 ساعه اذا مش اكثر، من بين سويفي من بين كوتشينج من بين دي زيكزامان تخدموا مع بعضكم دي سيناريو تشوف شنو صحيح علاش هذيك غلطه، سيرتو الغلط علاش غلط باش تفهم شنو المايند سيت اللي تخمم بيها البي ام اي ولا السكرام ذا تورج ولا ما نعرفش شكون معناتها المعهد اللي انت مش تقرا معاه، دونك باش تعرف الغلط علاش غلط، باش تعرف شنو المايند سيت اللي تخمم، خاطر لو توا مثال يقريو سكرام مثال فور اكزامبل بين سكرام دوت اورج وسكرام الينس وتقرا تقرا الاي سي بي تقرا مع شنو وكلهم نفس المحتوى تقريبا، فماش فرق كبير في وسط الكونتينو، لكن لي زيكزامان بعاد على بعضها، كل واحد عنده المايند سيت نتاعو، كل واحد عنده العقليه نتاعو، دونك لهنا يلزمك شكون يفهمك المايند سيت هذيك، اوكي؟ الكونتينو راهو الكونتينو ما يبعدش برش، سكرام منا مغادي كذا نفسه ما يبعدش برش، لكن هوني كيفاش انا نتعامل باش نجم ننجح في لا سيرتيفيكاسيون، كيفاش تولي عندي كيما نقولوا احنا نلبسوا ريتك الكاسكيت هذيك نتاع المايند سيت هذيك، كيفاش نلبسها المايند سيت هذيك باش نجم اي سيناريو جو قدامي نجم نتعامل معاه. داكوغ؟ لي كو بالانجلي كيما تسمع فيا نحكي معاك بالتونسي وبال به اي سي بي برايس 650 باكج كامل اوكي ستي مومين اي ثينك به لا 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 محمد رسول الله. دونك هذه هي البي ام بي، الفي نتاع البي ام بي بالنسبه لنا احنا في تونس 284، اذا مومبر شيب اذا ماكش مومبر شيب سوى 389 دولار، المومبر شيب سيني كانت 139 للناس الكل، هذوما لي بخي نتاع الناس الكل جبت لنا احنا هاوما لي بخي نتاعنا اوكي. مومبر شيب 109، ساعات فما عباد يقول لي بس ما توا انا نعمل مومبرشيب ولا ما غير مومبرشيب، نقول يلزمك تعمل المومبرشيب علاش؟ خاطر راهو امنوني نهار اللي تاخذ سيرتيف واحده نهار اللي انا دخلت باش نبدا نقرا معناتها 2015 و2016 ما كانش في مخي ولا نعرف حاجه اسمها اي سي بي ولا نعرف حاجه اسمها ريسك ولا نعرف حاجه اسمها بزنس ولا نعرف شيء من هذا اللي انا نحكي فيه، اوكي؟ من نهار اللي قررت نعمل بي ام بي معناتها ودخلت في البي في دي دونك برشا حاجات دونك اتحطت في الثنيه معناتها في الشمام بتاعي اوكي، دونك بشويه بشويه الحاجات توضح تمام. بي لوروب البرنس تو اكثر يا سي تامر صحيح كلام، الزوز كيف كيف اش معناتها شنو الفرق؟ الزوز معناتها البي ام بي اوكي برنس تو اذا واحد في لوروب في فرنسا في المانيا في لي بي هذوكم دوروب الاتحاد الاوروبي بصفه عامه برنس تو معروفه اكثر من البي ام بي، اما هذا ما يعنيش الكوني حتى البي ام بي راهي معناتها غادي تنجم تقضي بها امورك، معناتها الفرق بيناتهم في المحتوى توا مثال كان نجيو نشوفوا ال 7 ايديشن فور اكزامبل 7 ايديشن يمشي شويه للبرنس 2 سمحه راهي البرنس 2 مزيان تحكي دوني تحكي دي ميثود تحط ديريكتومون في دي ميثود في كذا، البي ام بي ابري تو كان تقبل كان تحكي ديما كي تولز كي تكنيك كذا انبوت اوت بوت، توا وليت تحكي على الاجيليتي 50 منا 50 منا، يعني اذا انت اوريدي يعني عامل بي ام بي توا تنجم تخدم سكرام ماستر تنجم تخدم برودكت اونر تنجم تخدم برودكت مانجر تنجم تخدم هايبرد تنجم تخدمهم الكل، فهمت؟ دونك صابوا له كول كونك تعدي من الزوز لي عدي واحده بركه عدي بي ام بي ولا عدي بي ام بي خير لك من اوكي كومبليمونتير ولا ما نجمش نجاوبك على السؤال هذا ايش معناتها هما كيف كيف ما انت باهي اوكي من اوكي خلينا نقول لك 70% اوكي سي تامر يعني ماهوش 100% سي عمران اوكي بي لاك تشيك دي تشيك ان سيرتيفيكيشن اند ان بيزد ان تونيزيان كان يو تيل مي هاو وير اي كان تيك ذا اكزام سي دي اوكي بي فولت بي. بالنسبه للسي اي بي ام هنحكيو عليها توك احنا سي اي بي ام، بالنسبه للسي اي بي ام كما قلت ملي تجي يوم وانت طالع واذا ما توفرش فيك شروط نتاع البي ام بي، اذا انت مثال عندك عامين ونص وعندك ميتريزات وما فوق اقرا بي ام بي
ديجا انت متاخذ لك بون. وين نكره لمحاله اكثر حاجه تقرا في حياتي ان واحد يقرا لي سيرتيفيكاسيون هذوما ياخذهم على 4 شهور وخمسه وسته وعام وما نعرف قديش. يا خويا بديت مش تقرا، التزم واقرا على روحك. التزم يعني ايش معناتها؟ يعني حط تارجت نتاع شهرين 3 شهور، ماكس 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 4 شهور، على خاطر لي سيرتيفيكاسيون هذو قد ما تطولها هاو توا. يعني كيما نقولوا احنا كيفاش نقولوا ندوروا تونس كامله وندوروا العالم كامل مش تونس، اذا واحد طولها على روحه راهو شبه مستحيل انه من بعد ياخذها لا سيرتيفيكاسيون. اش معناتها ما ياخذها الا بعد، معناتها كيما نقولوا احنا تصور انت حاجه نتاع شهرين من زمان يمشي يعديها في عام. طيب فاش قام بي ام بي راهي ما تشدش اكثر من شهرين، راه والله ما نحبش نقول زوبعه في فنجان نحكي، اما راي والله العظيم لا تشد اكثر من شهرين. شهري كل نهار عمل ساعتين ونص 3 سوايع، ما عندكش وقت. عندك وقت وانت ماشي تخدم وانت مروح من الخدمه، كنت تفيق الستة فيق الخمسة، كنت ترقد العشرة نتاع الليل ارقد ال11، ما فهمش اذا حد شيء من حياتك معناتها، كنت تتفرج على مسلسل نحيه شهر كامل. واضح العمليه، كنت نخرج وقت البوز من نص نهار لما ساعتين نعديهم فطور، ومن بعد نتعدى نعمل قهوه، نجيب فطوري معايا للبيرو نعمل دريجين فطور ومعايا قهوه كافيهات وكذا، نفطر وديريكت مو نجبد نقرا على روحي. دونك شوف ما تطولوش على رواحكم، راهي ما تاخذكمش برشا وقت، راهي بيريود صغيره. وديما كيما نقول انا ماني فما كوميتمنت، يعني يلزمنا نلتزمه يعني بالتوقيت. كيما انت تحط فلوسك خسرتها اوكي جدي بيان خسرتهم، اذا انت تدخل تخسر فلوسك ومن بعد ما تقراش وما تكملش اوكي، او انك انت مثال خاطر ما نعرفش انا الكونتوني كبير وحسيت روحك ما تنجمش، فماش حاجه ما تنجمش اوكي. كيما حطيت فلوسك واستثمرت بالفلوس نتاعك، استثمر بوقتك عشتي. نعرف الكون سبحان ربي، ربي ما خلقنيش الناس الكل كيف كيف، فما عباد حاجه تشد معاه ساعه الاخر تشد معاه ساعتين وثلاثه عادي، اما كلنا نجمو نوصل. اذا واحد في الدنيا هذه وصل يعني الناس الكل قادرين ان نوصل ونحققوا الحكايه هذه. تحكي على كل شيء، مانيش نحكي جوست على سيرتيفيكيشن معينه، راه نهار اللي تخمم في حاجه اذا فما بيرسون في الدنيا هذه وصل دوك كلنا نجمو نوصل. فما بالك اذا الله واحد يبدا عنده كما نقولوا احنا قوة شخصية وعارف روحه وشنو هو إمكانياته، أو ممكن يعمل حاجات اللي ينجمش غيره يعملها، يعني فما حاجات غيره ما ينجمش يحققها هو ينجم يحققها. داكو دونك الحاجات اللي هي مستحيل وصعيب ودري شنو هذوك بالله يا عيبتي خلوهم كوتي، نخدموا على رواحنا. لوجو انا ما فهمتش اش معناتها مثال واحد نهار بالله سامحوني ما تنشوش مني، اما اش معناتها واحد هبط في ابليكاسيون تقول هاو اللينك مثال نتاع الواتساب، يجي يقول لك اي بعد ما نعمل الواتساب شنو يلزمني نعمل؟ شنو يلزمني نجاتي؟ وين نلقاها الحكايه دي؟ طيب هو فما لينك محدد تدخل على اللينك فما عباد تجاوبك توا تحكي. طيب ولا يجي واحد يقول لك صباح الخير باهي صباح الخير وبعد صباح الخير شنو فما معناتها؟ دونك في برشا حاجات يعني في البراكتس نتاعنا اليوميه يلزمها تتغير سانسيغمون، سيرتو على ريزو بروفيسيونيل يلزمهم يتبدلوا معنى الحاجات هذه. لوج شرشي اتعب، ادخل على اليوتيوب كل شيء عندك والله كل شيء، ريت اللي تقعد على تيك توك وتقعد ما اعرفش كل شيء موجود عندك على التليفون كل شيء والله. ريت السيونس هذه ماكش محتاجني اصلا، انت ماكش محتاجني ان انا نقول لك هاو شنو فما ولا ها شنو ما ليزيكول ولا كذا، وحدك وحدك تنجم تطلعهم وتنجم تخدم وتنجم تعرف ماخر مني انا بألف مليون مره اوكي، وغيري 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 خير منا بكل معناتها، وتخلط علينا وتفوت وممكن راك فايتني انت توا معناتها. دونك يلزم إرادة من داخل، يلزم أنا نحب نتغير على فكرة التغيير ديجا تشينج مانجمنت ديجا زادت في دي سيرتيفيكاسيون انترناسيونو، فما التشينج على الصعيد الشخصي وفما دي شونجمون على الصعيد الاورجانيزيشن اللي انت فيها برشا، يعني فما برشا حاجات معناتها افير ويلزمك تعملها، مش لازم تكوني هنا باش جوست نحسن السي في نتاعي، لا لا حتى ليك انت يلزمك تعمل، يلزمك تعرف شنو معناها التغيير، شنو هو نهار اللي انت تحب تغير حاجه، يلزمك تعرف شنو قاعد يستنى فيك. زي كيف كيف لي سيرتيفيكاسيون اللي في الاستراتيجي في كذا تحديد لي فيجن تحديد كذا، دونك حاجات هذوما نتاع ليدرشيب زاد مهمين على الاخر، لي سوفت سكيلز زاد حاجات مهمين على الاخر يلزمك تعملهم في حياتك اوكي. وكان معانا ايتيديونيت امان سيلفو بليز استغلوا عمر ال20، استغل وقت ما انت ايتيديون، استغل لك العطله نتاع 15 يوم، استغل العطله نتاع 3 شهور، استغلوها جدي بيان استغلوها، خاطر الراي هذيك معناتها كيما نقولوا راي منفذ لمستقبلك اللي انت باش يكون احسن مستقبل ممكن تنجم تختاره.
اوكي، كل شيء كتبت ربي، كل شيء ربي مسطره لنا، لكن ربي سبحانه يقول لك اسعى، فما رزق يجيك يخلط عليك خلطه، لكن فما رزق يلزمك تفك وفكين. اوكي، يلزمك تفك الحاجه هذيك. به نرجع للي سي في ام كما البي ام بي. الو نايس. شنو ورك اكسبيرينس؟ ايه سو لله محمد رسول الله. سي بي ام دكتور. دونك سي بي ام اللي هو سيرتيفايد اسوسييت بروجكت مانجمنت، اوترو ممكن انا نجم نفسرها شويه بالعربي مساعد مدير المشروع، واللي هو شيء طبيعي كديبيو نتاع كارير. اوكي، انك تكون مساعد نتاع مدير المشروع، راك باش تقرا نفس الكونتوني نتاع اللي هو نفس الكونتوني نتاع البي ام بي، ولا يختلف في حاجه، كل شيء نفسه. داكوغ، تقرا 23 ساعه، بلو كو 30 ساعه ولا 23 ساعه، نورمالمون نقراو ما يقرب 40 ساعه مع الكوتشينغ ومع كذا. دونك وعندك دي زيكزامان، دي سيميلاتور دي زيكزامان، كل دومين عليه ليكزامان نتاعو، عندك سويفي انسي دي سويت. داكوغ، الكو 150 دولار. داكوغ، الكو نتاع ليكزامان نتاع سي اي بي ام. دونك هذوما لي دومين. عندك البروجكت مانجمنت فوندامنتال اند كور كونسيبت، باش نحكيو ديجا على جايل فريم ورك، نحكيو على الميثودولوجي. اوكي، هذه على حسب التغييرات نتاع جويليا 2023 ديرنييغمون. ديجا في تونس براتيكمون، وانا نشوف ديرنييغمون كم شكون مازال يقريو بالاولد، يعني فيرجن، يعني الفيرسيون القديمه اللي هي يحكيو باللي دومين. اوكي، بالنولج اريا، سامحوني. دونك نو، فما هوني نحكيو اجايل، وبعد نحكيو بروديكتيف. اوكي، البيزنس انفايرمنت، لان البيزنس انفايرمنت ياسر شخت عليها لهنا، عليها 27% كامله. اوكي، ياسر مزيانه كمحتوى ككونتوني، معناتها نتاع سي بي ام ستكوني بارتي دي فيها 27% جماعه البي ام بي ما يقراوهش. اوكي، وات ايلس، شنو السؤال الاخر اللي سالتني على سي بي ام؟ سامحني بعد اذن نرجع. اونلاين اونلاين تو اونلاين. بين شوفوا لهنا بالنسبه للسيرتيفيكاسيونات هذوما الكل، الكل تنجم تعديهم اونلاين، با اوبليغاتوار تمشي للسونتر من دويرتك، من بيتك ما تخرجش منها، تريبز وتحضر وتقرا وتعدي وتنجح ومركوات. داكوغ، باهي. لي لونغ راهم موجودين اونجلي، اوكي، وموجودين مثل فور اكزامبل لي سي بي. نرجع لي سي بي، ما فماش مثال بالفرنسي، وهذا موضوع ثاني تو نحكي فيه، زيد نزيد بالله احنا حكينا معناتها فات. لي سي بي سيلفو بلي ما فماش بالفرنسي، مي فما بالعربي. يعني نهار اللي تدخل ليكزامان تاع البي ام اي، البي ام اي حاطه لونجلي باز، هذيك اللونج دو باز، وحاطه دي زوتر لونج. لي سي بي مش شرحتها بالفرنسي، شرحتها كان في الاكزامان شارحينه كانش بالعربي. دونك انت تختار عربيه فور اكزامبل، يجيك عربي وانجلي. فوزول كوني انا نحب نعديه بالروسيه، دونك نختار الروسيه يجي لي معها لونجلي. دونك لونجلي ديما موجود، لونجلي حاصل ديما موجود، ولا دوزيام لونج هي اللي معناها كما نقولوا احنا اللي هي اللي اخترناها. يجيك معناها البروميير لونج اللي انت اخترتها، ويجيك البوتون تاع التراديكسيون، معناتها يجيك انجلي ومعاه عربي مثال. اوكي، البي ام بي موجوده باللغات الكل تقريبا، تحب تعديها فرنسي، تحب تعديها عربي، تحب تعديها انجلي، تحب مثلا كان اخترت فرنسي يجيك فرنسي وانجلي، اخترت عربي يجيك عربي وانجلي. اوكي، لكن شو راهو في البروجكت مانجمنت، راهو سي لونجلي، راهو مش معناتها بالضروره كونك انت يلزمك تكون، راهم يقراو معانا توانسه، راهو من نيفو متوسط واقل من متوسط. اوكي، من نيفو متوسط واقل من المتوسط، ويقراو وينجحوا ولبس عليهم وبوك تارجت امورنا وات. راهم ماكش مش معناها هوني راك سون دي تار، لي تار هذوكم راهم مش يقعدوا نفسهم، حتى كان انت تحكي في الفرنسي، حتى كان تحكي مع باهم بالعربي يتبدلوا شويه، تحكي اي لغه اخرى، راهم لي تار هذوكم سون دي تار تكنيك يقعدوا نفسهم. اوكي، جاست السيناريو اذا معناها انت اصلا تصور انت عندك لي دومين 1 و 2 و 3، دونك لي دومين هذوما كل واحد قداش عندك دي زيكزامان مثال، نقولوا احنا عندك 3 زائد مثال الدومين هذا، كل دومين عنده اكزامان نتاعو، واضح باهي. تكمل سي اكزامان من بعد هذوما يتحلوا لك مثال دي زيكزامان اخرين، اللي هما لي زيكزامان بلون، كيف كيف زاد باللونجلي.
ايماجين انت معناها تخدم ما نعرفش درا قديش وتقرا ما نعرفش درا قديش باللونجلي، معناتها نحكي كا سيبور دو كور مش تفهم تفهم اوكي انا نحكي معناتها دونك لهنا، اما هذا كل تخدمه باللونجلي دونك ديجا سي بون من الاكزامان الاولاني الثاني الثالث سي بون تحس روحك صايي كي تقرا السيناريو وليت فاهم هو فاش يحكي، مش بالضروره كونك يلزمني يعني يلزمني نعرف الجنرال معناتها انجلش، معناتها يلزمني نعرف لونجلي جينيرال ولا لا لا با دو تو با دو تو اوكي، جوست فما فوكابيلاري ممكن الاكزامان الاولاني يجيك صعيب شويه الثاني ها الثالث بعد تلقى روحك مليك. نعطي انا اكزومبل صغير نحكي على روحي، اول ما بديت اوكي 2015 2016 بديت خذيت الجايد نتاع اختك كمل السانك ومش يبدا السيس اوكي، تدخلي بعض تروا فيرسيون عربي انجلي فرونسي، عديت دو سومين اونتخ لي تروا فيرسيون بتروا كوبي اوكي، من بعد قلت انا شنو نعمل نحيت العربي ونحيت الفرنسي على شيره، بالرغم كان النيفو نتاعي متوسط واقل من متوسط برشا اوكي، ومن بعد الحكايه ما خذيتش معناها جوست شويه كمدلول تفهم شويه الفوكابيلاري اخيري هو كهو لا اكثر ولا اقل داكور، معناها ماهيش مشكله لا لونغ، حتى نهار في الاكزام انا ديما نقول خذ العربي تحب تاخذ فرنسي خذ فرنسي اوكي. حاجه اخرى علاش ديما نقول الحاجات اللي ما تقروهمش بالفرنسي، علاش خاطر راهو اي مفتي اي حاجه راهي ديما مش تكون كل شيء باللونجلي ما تكونش بالعربي، ردوا بالك بالفرنسي اش معناتها، معناتها اي جايد حاجتك بيه ما تلقاش لي سورس، لي سورس مش موجودين بالفرنسي، ما تلقاش مثال انا نعطي اكزومبل ديال جي تي بي ام بي حاجتك دي زيكزاما ادخل حتى على اليوديمي شمشو ادخل واحد ادخل على اليوديمي راه تلقى لي شي دي زيكزاما اون فرونسي، تلقاهم ثلاثة ولا أربعة حاجات ثلاثة ولا أربعة زمانات بار كونتر باللونجلي تلقاهم 4000، يعني على من ترضى باللونجلي تلقى الحاجات اللي أنت حاجتك بها لي بزوان تاعك كوليك تلقاه بار كونتر بالفرونسي ما تلقاهمش، نفس الشيء في الكور أنت حاجتك بترينر مثال من اليوديمي، علاش نقول يوديمي خاطر أون فيت اليوديمي تنجم تشري كور بتاع بي ام بي تشري ب 20 دولار، فاش قام نقرا نقرا عند بسمة ولا على عند غير بسمة، رغم نحكي معاك بس تكوني مش أختكم غادي شوية من دونك فاش قام نقرا عند اكس ولا عند غير وخويا انا ب 20 دولار انا تيديو ما عنديش فلوس ادخل ب 20 دولار النجم اه ما نجمش وما عنديش باش نخلص عندك باش تخلص عندك كارت تكنولوجي فيها 1000 دينار تونسي لازم تشري بيها كوريت مش لازم تشري بيها كور ما نعرفش انا بدرا قديش تشري بيها حاجات صغار، تحب تتعلم لاماس تحب تتعلم بريمافيرا تحب تتعلم كيفاش تعمل ليستيماسيون تاع لي كوست كيفاش ما نعرفش انا ليتود دو ريسك بريمافيرا ريسك تتعلم هو لي سوفت وير تخيل من جيرا وتريلو اي دون نو معناتها ديفوبس كذا تقني تعلمها ب 50 دولار بروفيسيونيل راه اوكي، دونك فاش قام جوست اللوجو 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 نحبو نقدمو تو نقدمو لا اكثر ولا اقل، خاطر كي تقدم انت عائلتك مش تتقدم معاك صحابك الانفيرونمون اللي انت تتقدم راهو ساعات الانفيرونمون اللي في احنا فيه ساعات يكبلنا لا اذا عرفنا هكاك ننزوي نخرجوا من القشره هذيك نكسروا القشره هذيك ونخرجوا منها كومبليتمون اوكي، تو بتي تا بتي بتي تا بتي نهارة اللي انت تنجح ونهارة اللي انت تحقق حاجات الناس كانت تراها مستحيله ولا يراوك كيف ما تنجمش تعمل لجوغ اللي انت تولي تعملها تو وقتها الناس الكل تهبط كما نقولوا احنا اللي في يده سلاح يهب يطيشك السلاح اللي في يده داكوغ بيه. دونك لي الكورس اللي نجمو نعطيوهم بي ام بي ريسك الريسك مزيانه برشا زاد مزيانه برشا برشا ريسك بزنس اناليست بي اس ام 1 بي اس ام 2 لي سي بي ان سي بي سي بيه. اذا فما شكون عنده سؤال جايز يلا معاك كمان دونك اللي على الشات اي ثينك الكل جاوبته اذا انا مانيش غلطه، فما شكون سالتني على الكوست الكوست اغلومومون اللي نعرف في وسط البي ام بي نتعلم ونحسبه اما مش بالديتيلز اللي في مخك كسيرتيفيكاسيون خلود نشوف لك حاجه في الكوست ونجاوبك باذن الله داك اوكي الو هو سوغا ميو دافوار ايزو كذا مانجمنت دي بروجي بروغرام بورتفوليو او لو بي ام بي بي ام بي بي ام بي سيتار مرحبا يا ياسمين شنو سي اي بي ام انت اي ثينك كلمني من بعد الو اوكي تيم ذا جايد لاينز انت شنو الجايد لاينز انت شنو يتيمو اوكي لي جيد يعني تقصد بيهم يعني انت
هذا هو في صاحبي. انت على سي بي، اي سي بي حكيت قلت امبارح بركة على اللينكدين متاعي. الاي سي بي ادخل وتلقى فما عندك البيم بوك جايد 6 و7 اوكي. وعندك لي سي بي، بون مش لي سي بي حكيت لكم، حكيت لكم نتاع مايك اللي هو احسن برشا، خاطر نتاع شوف انا اللي جيد نتاع البي ام اي معناها ما يستهونيش برشا، يعني نحس ما يجيبوليش الشرها على القرايه. دونك حكيت لكم جايد كيما اللي هو كيما تقول انت ريتا مثال في البي ام بي وكذا، هذا نتاع مايكس دونك الفيرجن 2 اللي فيه نتاع لي سي بي. واذا حاجتك باللي سي بي كجايد نحطهم ما عندك حتى مشكله. اوكي بيه، وات إلس؟ واضح يا سي صاحبي بيه. تو نزيد فما شكون طلبني في ريتا، وفما الاجايل هذا ان شاء الله ما ننسيش. تو نزيد نحط لكم الجايد نتاع الاجايل، عندك الجايد زاد نتاع السكرام حطيته في اللينك هذاك، وكان موجود ديجا البوست موجود فيه اللينك. وات إلس؟ اذا فما شكون زاد كيف كيف مهتم بالريسك ولا البيزنس اناليست دونك والجايد زاد كيف كيف متوفرين عادي، فما حتى مشكله في دي اف. تيمومي اعمل بي ام بي اذا انت بيان انستالي اون فرانس، حتى السكرام البرنس تو راهي سمحه، حتى البرنس تو سمحه. بي ام او اللي قبيله شويه تاكدت لكم كنتي موجوده مدام امي، بيتكلم كلمني خير كلمني، وكان عندك الرقم الواتساب هذاك التونسي يمشي، فهمت؟ تليفون ما يمشي جوست واتساب كهو، كلمني ونحكيو في نحكيو شنو ينجم حاجة تنجم. فما تشينج مانجمنت باللي انا ما حطيتيش تذكرتها كان توا كان نقري يعني راهي مزيانة على الاخر، مزيانة تشينج مانجمنت تساعدك انت في شخصك، تساعدك في عائلتك، تساعدك في في الانتربريز اللي انت فيها، وتساعدنا في الدولة التونسية اللي احنا في ليطاليا اللي احنا فيها، تساعدنا لتشينج مانجمنت. اوكي دونك ميم حتى لو كان انت قاعد تخدم توا ماذا بيك لونتربريز نتاعكم، قول لهم يعملوا لكم دي سيرتيفيكاسيون بي ام او، يعملوا لكم دي سيرتيفيكاسيون في تشينج مانجمنت. اوكي راهي البي ام بي باهي، راهو شو نقول لكم راني هاني كوتش، راهي البي ام بي باهي، ولو اني ما بحبش برشا كلمه كوتش. بي ام بي باهي ودرا شنيا، اما بالله لنهولوا الامور يعني يمشي في بالنا، خاطر ساعات العباد دي مسكنات كي يمشي في بالها ونهار مش تحصل على البي ام بي باش تتحل بواب الجنه قدامه، راهو سي با فري، راهو سي با فري، او انك انت باش تخلص من عرش 10 ملايين ولا 7 ملايين، راهو والله لا صحيح الكلام هذا، راهو مش صحيح. علاش؟ خاطر مثال على حكايه لي سالير، راك انت في انفيرونمون معين، راك في الانفايرمنت اللي انت فيه، السوسيتي اللي تخدم فيها، راهي فما عباد سام تعترف لكش عندك بي ام بي كل كي يوم بعد. هنا البروجكت مانجر نخلصوا الزملاء، ما نخلصكش انت لا 7 لا 8 لا 10. اوكي النسبه نتاع 2 ولا 3% من الشركات في تونس نحكي، اوكي اللي هما يامنوا انه فما اصلا بي ام بي، دونك يخلصوك على اساس البي ام بي، يعني يخلصوك على اساس سيرتيفايد بي ام بي، وما تتصورش في لوغمونتاسيون دو سالير معناتها نحكي في تونس اون فيت، مي فما دي اللي هما في تونس اللي هما انترناسيونو دونك يخلصوا بالكدا. اوكي نهار اللي تكون عندك سيرتيفيكاسيون تاع البي ام بي نحب ما تكونش بس مش بيه تحكي هكا، اما راه نحب نضمنك راه فما قرابة زملائي الاخرين راه معاك راه عندهم سيرتيفيكاسيون تاع البي ام بي. يعني المشكله ما هيش اني تولي عندي بي اوكي ولت عندك بي ام بي، اما البي ام بي تحصلت بيه على سكيلز اوكي اللي من خلالها نهار الانترفيو نهار اللي انت تقعد على الطاوله تقول لهم انا فلان فلان. اذا انت اليوم ما اخترتنيش انت راك اللي خاسر، انا مانيش خاسر، انا نخرج من هنا من بعدك من البير ونلقى مين، مش باش تقوله له الكلام هذا، اما باش يحسوا في وسط الانترفيو وقت اللي انت تعمل انترفيو مع الشخص هذاك. اوكي نعرفش سي اشرف شنو البروفايل نتاعك، دونك ما نجمش نصفك ما نعرفش البروفايل نتاعك. داكوغ اوكي باذن الله يا سيدي، في هيك محمد باذن الله داكوغ.
لا لا سي با سا، لا لا ما قلتش بي ام بي يعني اللي ناوي يخرج من تونس، نو سي با سا، ما قلتش هكاك، وذاك علاش قلت انا ما تفهمنيش بالغلط. بي ام بي تمنا برشا في تونس، ويلزمنا نكونوا سيرتيفايد بي ام بي، وعندنا المايند سيت نتاع البي ام بي. اما اللي حبيت نقوله يا سي حسين، فما عباد تعلق امال كبيره على البي ام بي، ومن بعد كي ما يتلقاش الامال هذيك اش يقول لك؟ خاطر فما عباد يقول لك انا توزع في الوهم، كي ما يلقاشك الحاجات هذيك يحط ايده على خده ويقول تيان هي زوبعة في فنجان. وكذب حكايه البي ام بي، ماهيش كذب حكايه البي ام بي، اون ا بوزوان ان كل الناس تكون سيرتيفايد، وكلنا نكونوا سيرتيفايد بي ام بي بدون استثناء. اما اللي حبيت نقوله نوضحه، ما يلزمكش تحط امال كبيره انك انت يلزمك تكون، اذا انت ابليت وتحصلت على البي ام بي يعني تحلت لك ابواب الجنه. هذا شنو حبيت نقول، اوكي؟ باش تاخذ البي ام بي ومازلت باش تسعى، مش تثبت لكونك انت اوريدي سيرتيفايد بي ام بي، مش جاست سيرتيفايد. تو فما دي كوتش تويك يعطيوك لي زيكزامان، فما دي كوتش حتى في تونس ولا عندنا منهم مرض، يعطيك لي زيكزامان، يعطيك نفس السيناريوهات، اوكي، دونك تام فورماسيون كذا، ومن بعد يعطيك دي سيناريوهات نفس الواحد كانوا بداو بها في المشرق حاسب. دونك وليت عندنا موضه احنا زاد هالفتره الاخرانيه، دونك ردوا بال. دونك شنو معناها؟ جوست انت سيرتيفايد بي ام بي، تثبت كونك سيرتيفايد بي ام بي، تولي عندك المايند سيت هذيك. انت قديش حياتك تتغير بعد البي ام بي، ولا بعد لي سي بي، ولا بعد ليس، خاطر هذوما سون دي سيرتيف ما فيهمش نولج برا، ما فيهمش سكيلز برا، لا فيهم ماسك، فيهم حاجه، فيهم قناع نلبسوه، فيهم كيما نقول لك انا مخك هذاك كله يصير هكا، معناتها يتحط كل حاجة، تصير معناها كل حاجة تولي تتحط في بلاصتها، اوكي. ما نقولش 100% بوغ اتخ كلير، خاطر يكون دي بيرسون دو كيف من المايند سيت نتاع هو، ومن خلفيته، من عقليته، من الانفايرمنت اللي هو فيه، دونك لهنا. اما اون جينيرال راهي ما اثرتش بطريقه كبيره، راهي مسأثر حتى بشويه، رغم مع بيت ساعات بعد ما تكمل كمل لك لي سيرتيف قبل ما تلقى حاجه. كنت ولي نضحك على روحي كيفاش خادم السي في نتاعي بالطريقه هذه في نورمالة. شوفي ما بعطيتكش السراب. اوكي، رد بالك انت تدخل السيت بتاع رد بالك بيه يونفت. فماشي، شكون عنده سؤال اخر حاجه قبل ما نختم؟ فما سؤال، فما حاجة؟ اوكي نايس. دونك كيما قلت لكم ان شاء الله بالنسبة للي فيه لي جايد الكل ان شاء الله محطوطين. سي نسيت الاسم، سيتي مومي، سيتي مومي. تو نحاول، عندك حاجات نتاع البرنس ولا برنس تو؟ كان ما عندكش تو نزيد نحاول نحطهم في اللينك باش تلقاوهم الكل. جست انا بعطيك من اللينك نتاع البوست، وانا تو الجود درايف نبدله، ما نزيد عليه حاجات طبعا، ما ننساش. واضح؟ اوكي بيه نايس، ان شاء الله ان شاء الله نكون فدتكم. هو كانت سنه سانسيرمون كان جد جوست للاي سي بي، دونك لا دانيير مينوت قلت علاش ما تكونش هكا، بالشعود كونك انت تقرر باش تعمل اي سي بي، تولي تولي عندك برشا حاجات، تولي تعرف شنو تختار، هذه 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 سولون شنو سولون. اول حاجه شوف على الاورجانيزم اللي مش تمشي له، شوف شنو اللي بزوان بتاعك انت، اوكي، حلل حلل انت شنو حاجتك، شنو اللي بزوان بتاعك، يعني شنو الاحتياجات نتاعي. كيما انت عندك ان بروجي ولا عندك كذا، تبدا حاجتك بفريق نتاع عمل، حاجتك بسكيلز معينه، طيب انا كيفاش نحددها السكيلز هذيك؟ دونك على حسب لي بزوان نتاعي، شنو حاجتي في الرول هذيك. دونك كي نبدا انا عارفه شنو حاجتي، نعرف شنو نختار، اوكي، دونك عندي ماتريكس باش نقيس عليه، اذا عندي انا كيفاش نجم نقيس، دونك ونجم اخترت ونجم نقيس، من بعد نجم نعمل ليفالياسيون نتاعي اللي حاجتي بيه وصلت له ولا ما وصلتلوش. اذا ما وصلتلوش دونك نولي هوني، ندخل في بوكل بتاع اني انا نعمل تشيك، نثبت، نعمل المونيتورينغ، يا سيدي سويت داكوغ بي. اوكي سي هيثم، تو نبعث، نحاول نبعثه في الجروب، سي بون. اوكي ميرسي يا هيثم، الله يسعدك ان شاء الله. تو نحاول انا نزيدكم
اللي نقدر نزيده تو نزيده من اللي نقعد عليه لينك ذاك نحط فيه برشا حاجات بإذن الله تو نزيدكم. إذا فما حاجة هكا يعني محددة يعني انتم حابين عليها جوست قولوا لي. ثم حتى مشكلة أمهم ولا ولادها. بيه بوغ إتخ كلار، أنا توا راني مانيش موجودة في تونس ومانيش موجودة في السعودية، دونك أنا توا مازلت لي نص ساعة على شقة من الفترة بتاعنا معناها. دونك فما ديكالاج دو تون بيناتنا قرابة 6 ساعات، أوكي، بين توقيت تونس والتوقيت اللي عندي أنا لهنا. دونك إذا حد ما جاوبتوش ولا كذا تون جاوب، جوست يخلي لي ميساج كامل في شنو ما لي بزوان وأنا بإذن الله نجاوب. لا فما بين لي زوزو، فما علاقة. هو لو فما حتى في المحتوى نتاع لي ديفينيسيون برشا ساعات معناتها علاقة شبه بين فما علاقة شبه فما. شوف ريت مثال البروجكت، ريت الطريقة اللي أنا قبيلة علاش اليوم ما حبيتش نمشي فيغ لو تكنيك نتاع المانجمنت، معناتها إني أنا نحكي على حاجات تكنيك، ما حبيتش نحكي على حاجات تكنيك لسبب واحد، لاني انا اليوم باش نحكي على مصادر عده، اوكي، دونك انا مراجع عده فيتو. دونك انا كي نجي باش نحط مثال فور اكزامبل نقول لك انا هاي الديفينيسيون، مثال نحكي لك على الريسك تي تاخذ اكزامبل الريسك البي ام اي تعرفش تقول لنا عليه، مثال انت تحكي لي على زوم مثال تقول لك الريسك راهو هو سي حاجتين، ينجم يكون بوزيتيف كيما ينجم يكون نيجاتيف، ينجم يكون تريتس وينجم يكون لوبورتونيتي. لزوم ما تقولنيش الكلام هذا، اوكي، دونك هاكا وحدك ديجا قلتها، خاطر في لزوم فما ريسك اساسا فما، لكن فما اختلافات، فهمتني، فما اختلافات. وانت لهنا اوكي تو قاعد مثال لزوم ما نشككوش معناتها، اما انت تلوج وتشينج مانجمنت في برشا حاجة تدين مما لا شك فيه. اما انا شنو نقول لوج على الحاجه اللي شوف نهار اللي انت تلقى، شوف حاجه بسيطه، نهار اللي تلقى انت ابيل دو مش ابيل دو يعني ابيل دو كانديداتور الاوفر معينه معناتها ما يقولكش عنده ليزو، يقول لك عنده بي ام بي، فهمتني شنو قصد لك؟ يعني باهي كونك قريت مثال انت لو كان انت معناتها عندك مثال ناخذ لي زو مثال اوديتور تيرس بارتي قراوا عندي ديجا 3 ولا 4 من سي عبد الستار وكذا، دونك لهنا اذا انت عندك الحاجات هذوما راهو البي ام بي يجيك سهله، يجيك محلاه ويجيك سهله على الاخر فور اكزامبل، والا الليرين بي يجيوك سهلين الحاجات هذوما يساعدوا. اما كما قلت لك في الدوموند اوكي نهار اللي يجيو يعملوا الريكويرمنت ولا ليزيكزيجونس نتاعهم على الجو راهو ما يقولكش حاجتي الواحد عنده ليزو لا 9001 ولا كسوسيتي بتاتر يطلبوها، لكن ولا 2000 ما نعرفش درا قداش، دونك ما يطلبوهاش عليك كبيرسون. مي شنو يطلبوا عليك؟ يطلبوا عليك لي سيرتيفيكاسيون هذو، ما نعرفش ان شاء الله تكون واضحه. راهو مش معناتها راهو ما فيهمش كونتينيو، كونتينيو سي بو سيما راهو فيه كونتينيو، فما بعض الاختلافات كما قلت لك كان اكزومبل مثال على الريسك خاطر فكرت الريسك اسيسمنت. دونك هوني اختلافات صغيره ميم حتى في المراجع اللي نحكيو عليه مثل مش نحكيو على سكرام، مش نفس الاشياء اللي تحكي فيها السكرام دوت اورج هي الاليانس هي كذا، اختلافات بسيطه للغايه وكهو اكثر ولا اقل. ذكر واضح، اوكي واضح، نايس. اجمعي ميرسي يا خولد، يا خولد تو نشوف لك اذا فما سيرتيفيكاسيون نحكي قبل ما نستحضرش توا في وسط البي ام بي نقراو، في وسط الاي سي بي زاد كيف كيف نقراو على الكوست، اوكي كيفاش نحسب الكوست وكذا. اما اذا فما لا سيرتيفيكاسيون وحدها اي ثينك فما نكونفيرمي لك تنجم تدخل، ادخل يا خولود تدخل على تشات جي بي تي وشوف قول له راهو هكا وهكا. قداش نسبة الشركات في تونس اللي تخدم بلا جاب؟ فما دانييرمون عملت في ديسمبر عملت اون فورماسيون للسوفريكا، عملت لهم اي سي بي ما شاء الله دميد ناس بسم الله ما شاء الله، اوكي. فما ناس تخدم اي سي بي، جماعة الاي تي كل براتيكمون اللي قاعدين يخدموا اجاي، سوف كو فما ديفيرونس في طريقة التطبيق، علاش فما ديفيرونس؟ فما ديفيرونس عطيتو مش حتى ديفيرونس، فما ديفيرونس خاطر ديما فما كيما نقولوا احنا خلط من بين بي اجايل ودو اجايل،
انك تكون عندك المايند سيت وبين انك انت تعمل البروسيس. دونك هوني برشا نعمل البروسيس، اوكي، اما المايند سيت شويه فما شويه مازلنا، مش معناتها ما فماش، لا فما نسبه بالضبط، ما عنديش المعلومه. لي ليميت دو سي سيرتيفيكاسيون، يعني اللي تقصد الديوريشن نتاعهم، يعني الصلاحيه نتاعهم، والا تقصد لي زانكونفينيون؟ شو تقصد كلمه لي ليميت مدام؟ دام نقصد لي زانكونفينيون لي معناها كيف تكون زي زانكونفينيون، لي زانكونفينيون تاع لي سيرتيفيكاسيون. ما ما نتصورش، فماش. ما نتصورش. الحاجه الوحيده انك انت ما تتاملش حاجه كبيره كي تاخذ لا سيرتيفيكاسيون، خاطر فما كيفك فما برشا، دونك لازمك تفرض روحك في المجال بتاعك، اوكي. مي هي باش تعود عليك بحاجه سلبيه، بتات فما عباد يتوحوا في انهم يحبوا ياخذوا لي سيرتيفيكاسيون، تتحل الشاهيه، دونك ساعات في البروفايل بتاعهم يولوا يقولوا لك سير كواليفايد، معناها ما تصورش. الكمول نتاع لي سيرتيفيكا معناها واحد كونتر في لي بروفيل مكدس برشا سيرتيفيكاسيون، اسكو هذيك باهيه مش باهيه؟ وبعد شنو هو معناتها الخدمه نتاعو هي اللي باش تعطي الامباكت افيكاسيتي معناها، فهمت؟ بالنسبة لسيرتيفيكاسيون، من الأول شوف لي بيزوان نتاعك، شوف أنت شنو حاجتك. وقت ما تاخذ حاجة اللي هي سي بون، حققت بها اكتفائك الذاتي، إذا أنت باش تشوف، معناها كما نقولوا احنا دي زوتر سيرتيفيكاسيون، تنجم تكون أنت عندك كيوريوزيتي أنك تكتشفهم، أوكي. لكن أنا ضد أنك أنت تبدا هاو بي إم بي، هاو سي بي، هاو ريسك، هاو درش، هاو بي إم، وهاو تل 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 تل، وأنت أوريدي ماكش تستعملهم. أنا سانسيرمون الحاجات اللي خذيتهم الكل، كل ايتاب خديت فيها كل فتره معينه نحس روحي محتاجه هذيك، دونك خديت الحاجه هذيك، اوكي. فما دي سيرتيف خديتهم خاطر انا حبيت ناخذهم، لكن لقيت روحي بعد ما انا خديتهم لقيت روحي انا محتاجتهم. اما راني ضد انك انت تاخذ حاجه وتكدس الحاجه اللي تاخذها. نعطيك اكزومبل، عندي اون امي بتات تسمع لونغوجيسترومون، قسما برب العزه فما مره طلبت من عندي ان نشوف لها السي في نتاعها، قالت لي بسمه بالله شوف لي السي في. راني ما نشوفش السي في يا جماعه، ما جست ابي كلمه. دونك قالت لي شوف لي السي في نتاعي واعمل لي عليه طلب. كي انا دخلت نشوف اللي سيرتيفيكاسيون اللي عندها، طيب انت تو سؤال، يعني انت تو وين بارابور لي سيرتيفيكاسيون؟ راو امنوني يمكن 3 4 صفحات الكل دي سيرتيفيكاسيون، تقرا مغرومه هي، اوكي. باهي انا خديت البي ام بي، هات البي ام بي ساعه قبل ما نخمم في اللي من بعدها، ولا الاي سي بي قبل ما نخمم في اللي من بعدها، هات نطبقها، هات نحط المايند سيت نتاعها، وهات نحاول كوني نغير من لونفيرونمون اللي انا فيه نتاع السوسيتي، والا نتاع عائلتي، ولا نتاع السوسيتي بصفه عامه، سواء كان لونتربريز ولا عائلتك ولا حاجه، ولا لورغانيزاسيون ولا لاسوسياسيون اللي كان انت عندك اسوسياسيون انت منضم لها، ولا اي حاجه، هات نحاول نطبقها، هات حتى كل ما طبقتهاش 100% نطبق اجزاء منها، هات كذا. اذا سي بون حسيت لقيت روحي جي بزوان لحاجه اخرى في الثنيه، اوكي. اما اني خديت خاطر جبت باش نقول له سيرتيفايد بي ام بي، ولا هو سيرتيفايد سكرام، ولا هو سيرتيفايد كذا، دونك راني نقول لك انا راك تضيع في فلوس كلاكتر ولا اقل. سانسيرمون معناتها في بعض الحالات ساعات عباد يقول لك راني سيرتيفايد شنو درا شنو درا شنو، في الاخر ما لقيتش خدمه، ولا في الاخر راني انا صاليري ما عادش درا شنو، ولا راني توك وليت تبعت للشركات يولوا يقولوا لي راك سور كاليفي. علاش ضحكت انا؟ خاطر صارت لشكون معناتها قال لي مدام راهم يقولوا لي سور كاليفي. طيب سور كاليفي انت ما خدمي شهاده هذوما الكل، شنو عملت بيهم معناتها؟ شنو حاجتك بيهم؟ شنو مالي بالزوان اللي كانت عندك باش تاخذها؟ ماهيش كيما نقولوا احنا موضة، معناها احنا هي ناخذ لي سيرتيفيكاسيون ولا حاجة، نو با دو تو. لا، تعلم، اقرا، خذ لي بزوان نتاعك، فما حاجات باش تبدا بيهم في المرشي، اوكي، تحتاجهم، فما حاجات انت قاعد تخدم تحتاجهم زاد كيف كيف خذهم، اوكي. شوف لي بزوان نتاعك، حاجات بعد تجيك خذ، اعمل اكتفائك الذاتي، ومن بعد اذا فما حاجات ثانية توجي توجي، اما تكدس على بعض نو. ب أنا من الشركات اللي مش اي تي بتنسي خدمة اجل، لا اللي كوتشيت من كل اي تي الحقيقة، اللي كوتشيت من كل اي تي يا حسام، بتات ما استحضرش. تقصد انت هل انك اذا انت ماكش اي تي يعني تنجم معناتها كما نقولوا احنا تقرا حاجه في الاجايل؟
هذا المغزى من سؤالك؟ I think هذا المغزى من سؤالك. المايند سيت نتاع الاجيليتي تكفي وتوفي يا سي حسام، فهمتني جريوي؟ المايند سيت نتاع الاجيليتي تكفي وتوفي، يعني فيها مايند سيت ياسر مزيانة اللي تخليك تخدم وانت شيخ، تخليك تخدم وانت مرتاح على الاخر، وتخليك تنجم تعمل شونجمون مع في الاكيب ولا في الجروب اللي انت فيه وانت شيخ، فهمت؟ فيها مايند سيت، فيها حاجات ياسر مزيانة، ياسر حلوة سانسيرمون. داكوغ، ان شاء الله يا سي اشرف. بيه انا سوري، انا يلزمني نيتي انكور دي مينيت عندي. بيه سي بون، الناس الكل فماش يكون عنده سؤال اخر ولا حاجة. باهي سي تمام ان شاء الله. اوكي ميرسي بوكو الناس الكل، ان شاء الله قدرت اللي نجم من نعاون حتى شوية. لوجو ما تأيسوش، اوكي ديما شرشي، ديما حاولي كونك تقدم، حاولي كونك انت ديما شو نقولوا معناتها، ما ترضاش بالسيتياسيون اللي انت فيها. اوكي نرضى، واش معناتها نرضاو باللي عطاهولنا ربي؟ اوكي لكن حاول ديما اطمح للخير، مش ما ترضاوش تهلو الصمص معناها عدم الرضا او كذا، لا بالعكس نرضاو، لكن نطمح الحاجات ما خير، نطمح انه نقدموا برواحنا، نطمح لكونه انا كنت في ليفل نكون في ليفل اخر، يعني دي سويت. داكوغ، الله يسعدكم الناس الكل، وان شاء الله ربي معكم. فما اي حاجه وكان عندكم الجروب نجموا تهبطوا عليه معناتها. اوكي برشا ساي ورزق على ربي، النتيجه ربي هو اللي يضمن لنا. اوكي احنا فقط نسعى لا اكثر ولا اقل. داكوغ، يلا جود نايت الناس الكل، ان شاء الله ربي يتقبل صيامكم، وان شاء الله رمضانكم مبروك ان شاء الله. نسيت ديجا قلتها انا، vous avez déjà la certification PSM 1، c'était gratuit. ان شاء الله تو demain c'est lundi، ان شاء الله باذن الله تو نهبط لكم لي ديتيلز نتاعهم الكل. اوكي سي نورمالمون وبعت للناس الكل، ومرحبا بك الله. داكوغ، ولات 200 دولار في بالي ب 150، يلا اخترت حاجة رخيصة في بالي باش فاسيلمون تاخذوها يا اخي، زدوكم 50 دولار مش مشكلة. بكري بيه نايس، يلا تصبح على خير الناس الكل، وربي معاكم. باي باي.